السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ مع رمضان بخير، لاباس عليكم. كنتمنى انكم تكونوا في افضل الاحوال ان شاء الله. القصة ديال اليوم هي قصة غيكون فيها اجزاء. شحال هادي ما نزلنا قصص فيهم اجزاء، فيها تشويق، فيها الاثارة، فيها الاحداث، قصة زوينة. كنتمنى انكم تتابعوها وانها تعجبكم ان شاء الله. نقدم لكم كيف ديما، ما تنساوش لايك الى عجبتكم القصه بطبيعه الحال، الى قدرتوا تبارطاجيو شكرا، مشرفيني ومنوريني وكتفرحوني بالتعاليق ديالكم الرائعه جدا. كنشكركم واحد واحد، كل واحد بالاسم ديالو. كنقول لكم بالله نتوما عزاز عزاز بزاف، وان شاء الله القناه بكم مازال غادي تكبر وغادي تزيد لقدام ان شاء الله. خليو ليا الاراء ديالكم على القصه في التعليق، وخليو ليا حتى شنو كتوقعوا انه غادي يوقع في الاحداث ديال القصه. خدموا المخيله ديالكم، فرجه ممتعه. رفضوا ليها كان مستحيل، لانهم داروا زواجه سبيل باش يحقق الاهداف ديالو. ما كانش عنده مهم ولا فرق انها تكون هي ولا غيرها، المهم انها كتحمل المفتاح ديال الطريق لتحقيق اهدافه. اما هي ما كانت عندها حيلة، ما كتملكش حق الرفض او الاعتراض او حتى القبول. فرضوها على زوج وضح للجميع انها ما كتستحقوش. فيا ترى شنو غادي تخبق لها؟ تخبى لها الايام ديالها القادمه؟ واش غتبقى هي ديك الانسانه المغلوبه على امرها، ولا غتعلن الجميع التحدي ديالها؟ داخل قاعة كبيرة خاصة بالاستقبال في فيلا ديال إحدى أكبر العائلات ديال القرية دائرة المغربي، كيترأس الجلسة الشيخ جاد المغربي بالهيبة ديالو وسنوات عمره اللي تجاوزت 70. كيتسند بالعصا ديالو حداه ولدو الكبير علي وحفيده سعد. في الناحية الأخرى كاين أفراد العائلة الأخرى المنافسة لهم من حيث المكانة والثراء. عائلة الصاوي متمثلة في الكبير ديالها اللي هو جلال الصاوي، بداك الجسد ديالو الفارع الطول وملامحه الوسيمة، ولكنها كتحمل من ديك الحدة والصرامة وكتجاوز سنوات عمره اللي تجاوزت 30. كتزينها الحياة قاتمة السواد، حل شعره تماما وعينيه الذهبية الحادة اللي ثابتة بهدوء، وهي كتابع وجوه ديال الناس اللي جالسين بعد ما لقى بالطلب ديالو ليهم. حدا عمو صبري اللي وفديك الجلسة جالسين هكا يسود الصمت الحاد أرجع المكان في انتظار ديال الشيخ جاد المغربي على الطلب الخاص بعائلة الصاوي. كيجلس الشيخ جاد ومسند بكفوفو العصا، كيشوف في الأرض كيفكر، ولكن تأتي الإجابة بصوت حاد متكبر من ولده الكبير علي. طلبك مرفوض ها ولد الصاوي، الأرض ديالنا ماشي للبيع، ولو تدفع فيها قد داكشي اللي تبغي تدفعو 10 مرات. عقد جلال حواجبه اللي شديد السواد بشدة قبل ما يشير بطرف عيني لعمه، واللي تحفز الجسد ديالو باش يرد عليه رد حاد وعنيف، ولكن كتجي إشارة من جلال بصمت خلاه كيتكبل ايدي قبل ما ينطق داك الرد ديالو اللاذع. صفر بحدة وجهه كيحس صافي تحقن بالدم، جمع شفايفه بقوة وكيشوف جلال. كيتلفت مرة أخرى ناحية الشيخ جاد المغربي، موجه حديثه هاد المرة متجاهل تماما بسحاب مود عالي، قلب صوت هادئ ولكن ما كيخرجش من ديك الصلابة. شنو قلتي يا الحاج؟ الحاج جد بغيت نسمع ردك. هاد المرة وقف عالي وكاك وحس بالغضب لأنه تجاهل جلال اللي تعمد حتى هو يتجاهلو. شنو هادشي ما ورا وصل لك الرد ولا شنو باغي تسمع؟ قاطعه صوت باه هو كيغوت. علي الهضرة ماشي هكا. تلفت علي لعند باه، كيفاش بغيتي نهضر معاه؟ هز جاد راسو كيشير ليه بالجلاس وقال بجدية اللي ما كتقبلش المجادلة. جلس علي خلينا نهضر بالعقل. جلس علي بلاصو بعنف كيزفر بغضب وجهه حانق، كيسود الهدوء لحظات قبل ما يقول جاد بصوت هادئ وكيوجه هضرتو هاد المرة الجلال اللي جالس براحة وهدوء فوق الكرسي ديالو. شاف فيه جلال ما كيخفاش عليه معنى كلمات جاد المستترة، ولكنه بحال دار داك الستار البرودة فوق وجهه. وقف وهكاك تابع عمو على الفور ونطق بهدوء. وخا الحاج جد الرد ديالك وصلني، ولكن كنتمنى انه يكون غير هاد الشيء، خصوصا ان الارض اللي كيطلبها راها ارض صاوي
من الأساس. ابتسم الشيخ جات المغربي وقال له بهدوء وحتى هو كيشير الجلال بالجلاس، جلس الجلال، جلس جلس ولدي، أنا مازال ما كملش كلامي وحتى الرد ديالي مازال ما قلتش على الطلب ديالك. عقد جلال حواجبه وكيشوف جاد المغربي بتفكير، كيسبان له النظرات بما بيناتهم، لحظات بسابات قبل ما يجلس مرة أخرى باش يكمل جاد بصوت هادي واضح النبرات. شوف ولدي، كيف ما قلت لك الرد ديالنا ماشي للبيع ولو على ريوسنا، ولكن قطع الكلمات ديالو فجأة، كيشوف في الأرض اللحظة ساد خلال هذاك التوتر في المكان قبل ما يهز راسه مرة أخرى، وجه نظراته للجلال قال بحزم وتروي، ولكن ممكن قدرنا نهديوها لبنتنا ملي غادي تبغي تتزوج، وديك الساعة هي حرة دير فيها اللي بغات، تقدر تخليها بسميتها، تقدر تكتبها لولادها، ولا تحس تعطيها لراجلها، ولا هادشي ما نقدروش نتكلموا فيه ولا نقولوا عليه. لا، جات صوت صور في ديك اللحظة، نطق جاد بهاد الكلمات خلى كاع الأعين كيتوجهوا ليه بصدمة وذهول، محيلش عيني على عيني جلال، واللي بعد له حتى هو بحزم، حتى سمعت ديك الغوطة ديال العالي المحسن كي راه كتهز الأرجاء ديال المكان. شنو كتقول الوالد؟ واش حنا ما بغيناش نعطيه الأرض، نعطيه بنتنا عاد فوق الأرض حتى هي؟ دور جاد وجهه ناحية ولدو كي هكا يزير على سنانو، قال بصوت خافت وبحدة، جلس بلاصتك وسكت، إلا ما عجبتكش هضراتي خرج برا. يلا، شحب وجه لي العالي بلا هكا الريق ديالو بصعوبة، كيحس بالحرج قبل ما يهبط وجهو ويعاود يجلس فوق الكرسي مرة أخرى بدون ما ينطق حتى كلمة واحدة. كيعاود جاد يتلفت للجلال كيشوف فيه، كيرجع بيناتهم داك الحديد ديال الأعين مرة أخرى. لحظات قال بعد جلال بهدوء وجدية، الحاج جاد يشرفني نطلب إيد حفيدتك ليا. ابتسم جاد ببطء، عينيه كيلمعو بالفرحة وقلب سعادة، وأنا كيشرفني الطلب ديالك موافق عليه. اش كتغوت سلمى؟ كيفاش لا جلال ميمكنش مثل المغربي هادي؟ كيفاش وأنا كتغوت وكتهكا دموعها كينزلو، ترمات في الحضن ديال ماما وهي كتبكي بحرقة والشهقات ديالها كيتسمعو. كيفاش هادشي على اخر الزمن؟ بنات المغرب يجيو يسكنوا عندنا هنايا، ياك هما اللي كانوا سبب ان باك خسر كل الفلوس وتجارته وبعث بسبب ارضهم. قطع جلال هذيك الهضره ديالو بصوت حازم وصلب، هاد الهضره هادي ما عندها حتى لزوم مع الوالده، انتي عارفه مزيان الارض تبعت علاش وكيفاش، وحنا صافي قرينا الفاتحه واللي عطى الله عطاه، وحتى العقد ديالنا والدخله شهر شهر وغادي تكون. ارتفع الشهقات ديال سلمى كتبكي وكتبكي هكا وكتشهق، كمل هدرتو وخرج، تلفت لزاهية الام ديالها، تلفتات للزوج ديالها ولدها اللي جالسين بوجهو ساكتين، بدات ديك الهضرة ونطقات بذهول، وانت عاجبك هادشي اللي وقع؟ عاجبك هادشي يا صبري؟ موافق عليه؟ جاز الاجابة ديالو ونزل وجهو الارض. اللي دارو جلال هو اللي كان خصو يدار، والا الارض عمرها ما كانت غترجع، عمرها ما كانت غترجع لنا مرة أخرى. رفعت سلمى راسها من الحضن ديال ماما، تحرق الأرض، تحرق الأرض واللي باغيها، هزت فيها الحاجة راجية جداتهم راسها بحيد ووتت عليها بعد ما كانت ساكتة غير كتسمع ليهم. شمن الأرض هذه اللي تحرق بنت صبري؟ هاد الأرض هذه راه هي اللي دارت لك والأهل قيمة، والهبة اللي دايرة انتيا كتمنضري بها انتي وتشبك على خلق الله، ولولا جلال قدر يرجع داكشي اللي مشى، عمرو ما كان غيبقى لكم قيمة ولا ثمن وسط الخلق. قرب جلال منها، ربت لها فوق سفها وبس لها راسها بحنان، تدني جدا تدني، أكيد هي ما قصدت شي حاجة بكلامها. بدات كتغوت سلمى عاوتاني، لا قاصدة قاصدة، غنقولها مرة وثالث ورابع، تحرق الأرض تحرق الأرض ما بغيناهاش. مشات كتجري ناحية الدروج، طالعة كتجري هكاك الغرفة ديالها وهي كتشهق، وداك البكا ديالها كيتسمع، ماما هكا تعيط لها، ولكن مشات طلعات بقى الصمت سيد الموقف. بعد ما مشات هي حتى نطقات الحاجة راجية اللي هي الجدة، شتي بنتك صبري شنو كتقول؟ شتي شنو دارت؟ شا صبري هكا كيقرب للأم ديالو، تحنا على كفاه باسو ليها، سمحي لها الوالدة راه بقى صغيرة ما كتعرفش، بقدر هي صغيرة مازال صعيبة لا تعرف قيمة الأرض دابا وقيمة عندنا. هزات راجية راسها بالموافقة قبل ما تلفت لجلال، دارت كفاه فوق هكا الخد ديالو، قالت له سبحانان عندك الحق صبري، ماشي اي واحد يعرف قيمه الارض والغلاوه ديالها في قلوبنا. بس لها جلال الباطل الكف ديالها برقه،
ابتسمت لي بحنان لكي شاع من ملامح ديالها، ولكن جات قدرية بقات هذيك اللحظة وهي صارت قريت الفاتحة من على أي واحدة من بلاد المغربي، على حسب ما كنعرف ما كاينش عندهم بلاد الزواج من غير. قطعت كلامها ملي شاف فيها صبري هكا بحال خنزر فيها باش تسكت، وهرمق جلال بقلق ويقول له جلال قرا الفاتحة على الكبيرة، على الكبيرة أم جلال. قدري عينيك يشعلوا حتى تسمع داك الصوت ديال اللي شق العينين ديال السما. شكون كتقصد؟ كتقصد ليلى اللي كانت خطيبة راغب؟ تقصد البايرة اللي تا واحد ما بغاتها حد معبرة من بعد ما خلاها خطيبها؟ هي اللي غتكون مرت ولدي، هي اللي غتكون مرات ديال الكبير ديالكم. بدات نايضة هكا كتغوت وكتضرب فوق راسها بهستيريا. الله على زهرك في ولدك يا قدرية، جلال الكبير ديال العائلة ديال الصاوي يكون من الحظ ديالو البايرة. الله يا ربي الله. نار جلال هكا وقف بحزم وصوص، ما كيقبلش المجادلة من الطريقة ديالو، كيخلي كل شي يسكت. يا ربي الله، صافي اختلات الهضرة، صافي الوليدة الهضرة في هذا الموضوع هذا تسالات. وليلى من اليوم ولات محسوبة عليا، اي واحد غادي هنا الا وكيهيني انايا. هي دابا راه المرض ديال الكبير، ما كاين حتى شي حاجه غتغير هاد الهضره هادي. مشيو عند ليلى، كانت كتبكي وكتشاق عينها متورمين من اثر البكا ديالها ملي خبرها جدها بداك النبع ديال الزواج غير بزوج كلمات بحال اللي علمها وصافي حتى امام الامر الواقع. هي ما عرفاش شنو اللي وقع حرفيا من بعد، كيفاش طلب الزواج بها، ولكن حاسه بداك الانكسار والمهانه. هي كتسائل بالم واش وصل بها الحال لها الدرجه، بحال اللي عرفات راه عرفات بلا جدها عرض عليه ديك الطريقه. واش علاش وصل بحات عال عليهم لها الدرجه؟ واش الوضع ديالها ولا هكا لها الدرجه في نظر جدها باش يتقدم هكا بالارض ليه في مقابل انه يتنازل ويتزوج بها؟ دوت معاكي تحب غزاره ساكتة نازلين على الوجنتين ديالها، كتشوف السرج مرة أخرى بحزن، كتحس بداك الفؤاد ديالها كاين فاطر وكتنهد. كتشوف فيها أختها شروق شافها قوية جالسة حداها، كتشوف فيها لحظات قبل ما تقول لها بخفوت ارضاي بداك الشي اللي وقع ليلى. صافي وافقي، شفت فيها ليلى كتحس بالقهرة، كل شي الأحاسيس الخايبة مخلطين ليها. هزت لها راسها بحنان، وافقي اختي وافقي، عيشي حياتك، يمكن تلقاي راحتك في دار عائلة الصاوي، تقدر تلقاي اللي يعوضك على داك الشيء اللي وقع لك. غمضت ليلى عينيها بألم ودموعها كيطيحوا بحسرة. وشنو غادي كيفاش نتسنى اني نلقى الفرحة تما؟ كيفاش غادي نلقى مخداوني كاضو من فوق الأرض هشروق ليلى البايرة اللي مبغاتها واحد من البلاد كاملة؟ تلقى شنو غادي تلقى في دار الصاوي من غير الذل والمهانة والقهرة بعد ما جهدها بعليهم بوالو؟ مشات شروق كتجري هكا حداها، شدت لها بوجهها بين كفوفها هزات عينيها فيها. جدي ما معكش ليلى، جدي قلب على مصلحتك، ولكن تبغى تبقي عمرك كامل كتسمعي كلام الناس اللي حدانا؟ ها كيف السم وتموتي ببوط كل نهار من الهضرة ومن حشية الهضرة اللي حداك؟ فكرها ليلى، تكلي وغتعرفي ان جدي ما دارش هادشي الا لصالحك. ترمات ليلى بين دراها كتبكي بمرار على حظها وعلى التعاسة ديالها، وهي كتهضر بكلمات متقطعة كتخرجها فمها بصعوبة وألم. بزز مني شروق، بزز مني، أنا حاسة بحال غيديوني العافية، ما عارفاش واش هادشي بصح ولا كنحلم. ربطات شروق على ظهرها، تيقيني يا ليلى أي عريس غيكون حسن من ولد عمك، ولو حتى كان الطبيب ديالو كيف ما بغى يكون. قلبي حاس ان غدا غادي يكون حسن عندك، والله غادي يعوضك بكل خير. وها هي دابا جالسه لابسه القفطان ديالها البيض، جالسه في داك الجناح اللي تخصص ليه مع عريسها في الفيلا ديال عائلة الصاوي، اولا نقول قصر عائلة الصاوي. حاسه بالرهبه، دقات قلبها كتعالى بحال كتسمك لها ودنيها. جالسه ماماها حداها فوق الفراش كتبتسم لها بحنان، متخافيش متخافيش يا بنيتي، ما تبرزتي راسك بتا شي حاجه. بقات كتشوف فيها وكملت هكا كلامها بلهفه، وهي كتحاول تطمنها، تثبت ديك الطمانينه في الداخل ديالها. عارفه ان قلبي حاس انا جلال الصاوي راه غيكون انسان مزيان وقلبه حنين من غير داك الشيء اللي كيقولوه ولا كنسمعوا عليه، غادي يكون مزيان يا بنتي ديري املك في الله. بدات كتحس بالشحوب في وجهها، كتشوف ماماها ولات كترجف من ديك الكلمات اللي بجهد الناس، على العكس زادت من المخاوف ديالها ومن الرهبه ديالها كثر.
قربات من الشروق كتشوف فيها، كتحاول تدرك ديك الهضره اللي قالتها لها. شفتو مرات عمي كيفاش جالسه؟ كانت جالسه العرس كامل وهي غادي تنفجر في بلاصه، شفتوها؟ تلفتات ليها ليلى كتهمس لها برشفه. ما كانش مرات عمك بوحدها شروق اللي غتنفجر؟ انت ما شتيش كاع العيالات ديال عائله الصاوي كلهم كانوا كيفاش دايرين؟ اه ما شتيش الملامح ديالهم كي دايرين ملي دخل مع جدك؟ حتى وحده فيهم ما نطقت حتى كلمه طول العرس، بحال جاي اللهجه ماشي عرس. حد ناتها شروق همزات ليها خليك منهم، ما تكعاش وان شاء الله مع الايام كلشي غادي يتصلح. وغير مع السرعه اللي وقع بها هذا الزواج هذا، داكشي علاش كلشي على اعصابه. هزات ليلى عينيها اللي كيلمعوا بالدموع، عارفه ان تحجب داكشي اللي كتقوله محقيقه، ان النساء ديال عائله الصاوي رفضوا هذيك الزواج ورافضينه بشده. وهادشي اللي عرفاته من ديك اللحظه اللي تمنعوا فيها على الزياره ديالها، ولا سولوا عليها طول ديك فتره الخطوبه اللي دامت شهر، ما تبعوش التقاليد ديالهم اللي مزعارف عليها في البلاد ديالهم. ديك الفتره كامله تجاهلوا وجودها تماما، كأن ما كاينش ليها وجود في حياتهم. وحتى هو ما شافتوش غير مره واحده، كانت ملي دار ديك الخاتم هكا ركبوا لها في صبعها بلا ما ينطق حتى كلمه، ولا حتى ديك مبروك ولا والو، غير كبلها الخاتم وخرج مع جدها. من ديك ساعات عمرها شافته. حل الباب طلعت الام ديال راجلها حاجة قدرية لابسه ديك الباس ديالها، لابسه الكحل بحال لا كتمني لها بشي حاجه، وعينيها اللي مرسومين هكا بالكحل، نظراتهم الحاده كتهضر بداك الصوت ديال اللي بحال جامد. طولت في هاد الجلسه هادي، راه العريس واقف من قبيله بغى يدخل عند عروسو، ولا شنو مازال مطولين؟ نات هكا ماما ليلى هي وشروق حسات بالاحراج. لا احنا خارجين. خرجت هكا قبل ما تخرج قربت منها بس لها راسها، وشروق متبعها وهمسات لها حماسك بغى اللي قجت يخرج عينها، ولكن ماشي مشكل ندوزو على الليله على قبلك. بس هكا من الوجنتين ديالها بجوج قال لها انا غادي نمشي، من بعد غنتصل بك نطمن عليك صافي. تحركات لحق بالام ديالها، خرجوا من ديك الغرفه تبعهم نظرات قدريه اللحظات قبل ما تلفت ليلى اللي واقفه وهي كترعد وتقاس قلبها كتعالى بقوه. طلعتها من راسها برجليها الراسها ولا وهي شفيفه الجنب، دارت واحد الصوت دليل على عدم الرضا ديالها، وخرجات وهي راه دخل الباب بقوه بحال بغات تهدك الحيوط فوق من راسها. دو الدموع كيخرجوا بالزربه من عينيها، كحله كا ولاو فازقين بالدموع، بدات كتمسح فيهم هكا بعنف وهمسات بألم. هادشي اللي بغيتي يا جدي؟ عجبك دابا الحال؟ فرحتي ملي تهنيتي من الليلة البيضاء بهاد الزواج هذا؟ صحيتي ملي لحسيني وسط العافية؟ ما عارفة لا الأولى من آخرها. هزات وجهها كيترسم الرعب على الوجه، على وجهها ملي تسمع سمعت الباب كيتحل كتشوف شكون اللي داخل، اللي ما كانش من غير عريسها المنتظر. وقف ديك القامه ديالو الهائله، الجسد ديالو الصلب كسافو العراض، وجهو بحال ديك الصفحه البيضاء اللي ما كيظهر فوق اي نوع من المشاعر او التعابير، حتى بدوك العينين ديالو اللي طالعتهم ببطء وتركيز خلاها كتنزل راسها للارض، كتحس بالخجل منه كترتجف برهبه، وهي كتسمع الصوت ديال سدانة الباب. تقدم بخطوات منها بهدوء حتى وقف قدامها مباشره، كيشوف عينيها كتشوف غير في صباطو اللي كيلمع لحظات صد الصمت بيناتهم، ما كتسمعش من غير دقات قلبها واللي بحال صم كتلاها ودنيها كتسنى اي حركه منه اي كلمه منه، ولكن حتى كيبان لها كيتحرك مره اخرى بعاد على مشى الجهه الاخرى الطرف الاخر. حتى سمعت الصوت ديالو القوي الحازم، سير بدلي حوايجك للحمام وانا غنسناك هنا باش عندي جوج كلمات باغي نقولهم لك. هزت عينها فيه بسرعة باتجاه الصوت ديالو بذهول، ورجعت هبطت عينها مرة أخرى وهزت راسها بالإيجاب، جمعت داك القفطان ديالو مشات دخلت هكا كتجري بعد ما خدات شوميز بيضاء كانوا حاطينها لها فوق الفراش، ودخلت الباب الموجود الوحيد اللي كاين في الغرفة اللي عرفاته هو الحمام. دخلت وسدت الباب وقلبها كيضرب بالخلع. تعطلات في الحمام كتشوف راسها في المرايا كتبلع الغصه اللي في حلقه، كتشوف داك الجسد ديالها القامه الصغيره نسبيا اللي مخبيه في داك الشوميز، وفوقه لبسه سبينوار من نفس النوع واللي بالرغم من الاحتشام ديالو الا ان حسات بلي ما كيناسبهاش لا هو ولا داك الشعر ديالها اللي متناطر على وجهها، وجهها المستدير باللون ديالو
البني القاسم اللي كيطابق اللون ديال عينيها كتلعن نفسها ألف مرة، ما خلاتش الشروق أنها تسرح شعرها، قالت لها اللي خليها كاك على طبيعته باش يشوفك أول مرة كيما غادي تكوني دائما بلا ما تبالغي هكا في تغيير من نفسك. كان شروق ديما كتقول من لا شعرها هكا كيجي بحال شي حورية بداك الشعر الغجري، عارفة مزيان انها كتحاول ترفع لها ديك الثقة ديال نفسها وكتنجح، ولكن دابا هي كتحس براسها صافي في الحضيض، داك القلق وديك الثقة في النفس اللي مهزوزة. زفرة حس بغيض كتحاول تبعد دوك الدموع اللي كيتسابقوا لعينيها باش تقدر تخرج هكا. حبسات النفس وعاودت القاسة، حلات الباب بشوية وتمت خارجة برجليها هكا كحفياني، كترعد حاسة عينيها كتقلب عليه بلا جالس فوق واحد الكنابي في اللون الأزرق بدل الحوايج ولبس حتى هو بيجاما مريحة قدام واحد الصينية فيها الماكلة ديك المخصصة لهيلة الزفاف. كيشوف كيراقبها كتقرب منهم بهدوء، وجهها خالي من أي تعبير، دمعة بصوت غير مبالي وكيشير ناحية ديك الصينية اللي فيها الماكلة. أجي تعشي من بعد نهضرو. هزت راسها بالرفض، ما بغيتش، ما فيش الجوع. هز راسو بتفاهم قبل ما يقول بصوت واضح انه براس، يلا أجي نهضر معاك دابا، نهضر معاك جوج كلمات. توجهت ناحية الكرسي اللي كان قريب ليه، وهي كتشوفو جالس واخد راحتو عكس ديالها هي اللي متوترة، ما عارفة شنو كيتسناها. جلسات كتحاول تلملم ديك الاطراف ديال البينوار اللي لابسه، كيحسوس صمت اللحظه قبل ما ينطق جلال. اسمعي ليلى، اسمعي كلامي مزيان ويا ريت يوصلك داكشي اللي باغي نقول لك. كانت منزله راسها للارض كتفرك صباعها بتوتر، وهي كتسمع لك الصوت ديالو الجاد كتملك هذيك الرشفه. شوفي من الناس، بغيت تكون حياتنا من الاول ديالها نور على نور. انا ما غاديش نضحك عليك ونقول لك انا عندي مع الحب والعواطف وديك الكلام الخاوي، حنا زوج ديال الناس ماشي صغار، وعارفين ان زواجنا كان عنده هدف علاش وكيفاش. انتي مراتي عندك حقوق، ومن عندي انا عندي الاحترام والتقدير، ولكن اكثر من هكا ما نقدرش نوعدك بشي حاجه. تقدر تكون في يوم من الايام، فيا ريت تفهمي كلامي هذا مزيان باش من بعد مرجعوش نقولو مرة أخرى. نتسنى شي حاجة اللي مغاديش توقع. حسس بغيمة ديال الدموع فوق عينيها مرة أخرى، ولكن هاد المرة بحال جات مع هاديك الغصة اللي كانت غتخنقها. حاولت تماسك وهي كتسمعو كيتحرك من بلاصو، قرب منها كيكمل هدرتو من برا صوتو كتغير ربما الألطف شوية، حل حسب الا ديك الكلمات ديالو كانوا قاسية عليها. انا عارف ان هاد الهضره ديالي هادي ماشي وقتها ولا بلاصه، ولكن بغيت نقول لك بالله كل حاجه بيناتنا غتبقى هكا نور من الاول، باش نقدروا نكملوا داكشي اللي جاي من غير ما اي واحد فينا يتسنى من الثاني شي حاجه اللي ما يقدرش يديرها. فاهمه كلامي ليلى؟ تسنى الجواب ديالها، ما قدرش تخرج ولو حرف واحد من شفايفها. كل اللي قدرت ديره هو هزت راسها بالايجاب شويه، وهي مازال منزله راسها للارض كتخفي الخصلات ديال شعرها المتمرده هكا اللي مبوكليا اللي مبعدة على وجهها، تعبيراتها متألمه وحرفه شنو غادي دير. حسات بيديه فوقها كترجعهم لها مورا ودنيها ومسلها براحه. انا كنت عارف انك تقدري تفهميني بخصوص موضوع الارض. بالعات الاريقه كتقطع كلمات وعارفه مزيان الهضره ديالو اللي جايه، هي عارفه شنو باغي يقول. عاد داك بحال المزيد من الإهانة والإدلال بأنه كيذكرها أن اختياره ليها كعروس كان بسبب الأرض. نطقات بشوية، عارفة كل شيء، قال لي شدي ومستعد نفذ أي حاجة في الوقت اللي بغيتي. تسم جلال البريقة مازالت يديه كتحرك لها الخصلة ديال شعرها. مزيان دابا، وبما أننا اتفقنا على كل شيء، شنو بغيتي تعشاي ولا تنسي؟ ملي تكرر هذاك الناس بلا ما تحس انها توقفت هكا بارتباك، ودقات بصوت متلهتم من شدة الخوف ديالها، بغيت نطلبك واحد الطلب، عافاك ممكن توافق عليه؟ هز راسو بهدوء وكيتابع ديك الحالة ديالها المرتبكة. قولي ولا قدرت ما غاديش نتأخر بالتأكيد.
جهاز جلست في بلاصة كتفرك في يديها محصبة، كيفاش غادي تنطق، كيفاش تقولها لي، هي عارفة ان ما غاديش تقدر تتعامل معها كعروس عادية سعيدة بعد 3 ديال اللي قالها بعد ما وضح الامور بيناتهم. حل خلاها كتعرف القيمة الحقيقية ديالها عنده، بان ما كان سوى وسيلة ليه باش يوصل للارض ديال عائلته، وهذا الشيء اللي حاول انه يبين لها من اول ليلة ليهم مع بعض. لذلك تشجعت ونطقات بخفوت. كيف قلتي لي من شوية على زواجنا والظروف ديالو، انا كنت بغيت ممكن يعني ممكن ناخد فرصة باش نتعود عليك قبل، ممكن ما عرفاش كيف ترتب الجملة ديالها، كلمة من هنا وكلمة من هنا. صفر جلال بقوة ورجع اللور بشوية كيراقبها بتمعن وتفكير، بينما هي جالسة كترتاح في بلاصة كتسنى الرد ديالو على المطلب ديالها. حتى جا الرد ديالو بعد فترة طويلة من الصمت، كانت بحال صافي قربت تفقد الأعصاب ديالها وتنهار. واخا ليلى، داكشي اللي قصتي راه وصلني، ما عنديش أي اعتراض، بغيتك تفهمي أن عمري ما غادي نغصبك على شي حاجة ما باغاهاش. كمل كلامه ونط بلاصو مباشرة للفراش، تكى عليه تفضو بدون أي كلمة إضافية أخرى. جات ظلام في الأرجاء ديال الغرفة، أما هي جلست بلاصة حاسة بالذنب كيتآكلها، بحالها هي اللي هانتو ماشي هو اللي حطم الأمل ديالها كأي بنت في ليلة الزفاف ديالها. كتسنى من راجلها أنه غيسمعها شي حاجة اللي تخليها تطمن على داكشي اللي جاي من حياتهم، ماشي يهضر معاه بهذيك الطريقه ويقول لها بالله ما تسناش منه انه يبغيها في شي يوم من الايام، بحال من هادشي شي حاجه اللي مستحيله انها تحقق. ولكن ما قالت له مو شويه، لانه داكشي اللي وقع كان بسبب جدها، هو اللي ممكن تلومه، هو اللي ممكن فقط تلومه على داكشي اللي وقع. فهاد اللحظه كان اهون عليها انها تهز داك اللقب ديال البيره حياتها كامله كيف ما كانوا كيقولوا ليها، ولا تعيش هاد اللحظة ديال الإدلال وهي كتسمع لزوجها كيخبرها من دابا شوية بداكشي اللي حطم كل الأمل ديالها، لأنها ممكن تبغي وتعشق بحال كاع البنات اللي في السن ديالها، أنها تخلص من ديك العنوسة ديال المزعومة في نظر أهلها. نهدات بألم، والأول مرة كتطلق العينان ديك الدموع الحبيسة كتعطيهم الحرية، وكتبكي بصمت وألم، وكتعلن الحداد على فرحة لي عمرها ما غادي تكتب ليها. فقت على صوت الدقان بالشد هكا في الباب ديال الغرفه ديالهم، حاولت تنوض هكا ولكن تكيبان لها هكا سبقها حل الباب غير شويه غير درغي واحد الشق هكا، حتى كتسمع الصوت ديال الام ديالو بلهفه، شنو الاخبار اوليدي كلشي مزيان؟ بعد الكلمات ديالها حاولت تدخل راسها تطل، ولكن كان وقف لها جلال بصرامه. صباح الخير الوالده، الى اين اخبارك تقصدي؟ قادرية بخشونة وعصبية، جعلان تعرف وليدي شنو كنقصد بلا ما تدور فيا. دور براسو جهة ليلى اللي جالسة كتابع داكشي اللي كيوقع، قبل ما يخرج من الباب سدو موراه بهدوء وتلفت الأم ديالو اللي واقفة كطل من عينها باغا تشوف ليلى تشوف شنو كاين، وداك الفضول كيقتلها. انا فاهم مزيان شنو كتقصدي الوالدة، وبلا ما تكعي مني هضرة أخرى في هذا الموضوع هذا مبغيتش. تغيرات النبرة ديالو لتحذير وجدية، هو كيحضرها هذا الموضوع هذا بيني وبين مراتي، ما كتخص واحد ولا شي حاجة من غيري أنا وياها الوالدة، فهمتي؟ بدات كتبان ديك الخيبة ديال الأمل على وجه قدرية، ونطقات بحزن مصطنع. ياك وليدي ياك ما تخبي على أمك ولا شنو باغي؟ أنا باغا نطمن عليك أوليدي، نهد بقوة وأنا كنقول لك غير طمني على الوالده، كنظن بالله صافي بارك عليك الكلمه ديالي. حاولت قدرية انها تخليها غير كتدخل الغرفه عند ليلى، يلا وليدي يلا خليني ندخل ونصبح للعروسه نقول لها صباح الخير، ويضرب جاب صوت لنافذ الصبر. الوالده الكلام هذا تسال دابا، العروسه مازال ناعسه، يلا ملي تفيق غادي تنزلزل عندك وديا غتصبح عليك. شعلوا عيني الغي قدرية بالغضب، ما قدرش تخلي اولا تنطق حتى كلمه، بقات هكاك مصدومه، ما قدرش تخرج داك المعير وداك الصبان اللي كان محبوس في الطرف ديال فمها لديك العروسه، ما قدرش هكا. ظهرت انها موافقه بحال ما عندها ما دير، لانه صافي قال الكلمه ديالو وصافي، واخا وليدي اللي بغيتي، يلا انا غنزل نوجد لكم الفطور ونصيفطو مع ناجيه، وانتم خليكم براحتكم.
وما جا للبراسة بموافقة ودخل الغرفة مرة أخرى. بعد ما مشات الأم ديالو اللي خدات تغي وصلتها كفاتو، بدات كتسب وكتعاير غير بشوية خايفة لا يسمعها. عروسة قال لك عروسة، شمن عروسة؟ زواج الشوم ندامة، ما بقاتش ليا غير هادي، هي اللي ولات ليا عروسي وفداري. دخل جلال الغرفة ديالو، مشات عندو ليلى، وقفات بسرعة وارتباك، هي كتحاول تلم داك تجمع على دوك الاطراف ديال الشميز اللي لابسه، حتى وقف حدا هكا، ولكن كيحاول يتجاهل داك الارتباك ديالها. تقدم جهته بهدوء، عينيه كيمررها فوق وجهها، كتحس بالضربه ديال قلبها كيتعالى من الخوف والدار. كتحاول تزير مازال على الثوب ديالها، حتى شاف فيها جلال هكا ويزفر، وشاف فيها كيفاش خايفه ومتفهمش مالها. ماشي المعنى اني وافقتك على كلامك البارح غادي يكون هذا هو الحل ديالك كل ما شفتيني. صفر كيحاول يهدر راسو ملي كيشوفها كيفاش كتخاف منه، كترعب منه بحال شي وحشه هكا اللي حداها. واخا لاله، حنا اتفقنا اننا خصنا نولفوا على بعضنا، ياك وعطيتك الكلمه ديالي، يلا دابا علاش خايفه؟ ما لقيت حتى كلمه والو، ولكن لاحظ انها شويه الملامح ديالها بداو شويه كيرجعوا للطبيعه ديالهم. شنو رايك سيري دخلي للحمام وجدي راسك وجدي غادي يكونوا عائلتك قربوا يوصلوا، يلا على ما يوجد الفطور. مات براسها بشويه وعينها متوسعين برهبه، كتحرك باتجاه الحمام حتى ما تزيد باش يوقفها، ومازال على داك الهدوء ديالو. الاتفاق ديالنا بيني وبينك، بغيت حتى واحد يعرف بي، ولو حتى ولو امك ولا خصك، مفهومه ليلى؟ هزت راسها بالايجاب مره اخرى بضعف، بدا كيصفر ثاني. ما يمكنش، واش دي مرة ديالك غيكون هكا؟ انا بغيت نسمع صوتك. بدات كتحاول تبلع الريق ديالها، تخفف من داك الجفاف اللي في حلقها قبل ما تحاول انها تجاوبو. خرج داك الصوت ديالها بحال مجروح كيترعد، واخا اللي بغيتي. شاف فيها كيتامل فيها قبل ما يومي لها تاو براسو بدون ما يتكلم، وسم غادي في اتجاه باب الحمام. دخلات وسدات مورا بهدوء، وقف هو متابعه بصمت وعينيه في واحد النظرة غامضة. وهو بس نفسهم بعد ما دخلت، باينة غادي تعييني معاك مثل المغربي. دازت جوج الأسابيع على هاد الأحداث هادي. فقت ليلى على صوت ديال الطقان في الباب هكا، وشي حد كيطي يعيط ليها لالا ليلى لالا ليلى. مشات كتجري ناضت حلات، لقات هاديك ناجية الخدامة. صباح الخير لالا ليلى، لالا كتقول لك نزلي دغيا. قربت منها مسات ليها، شوفي وقيلا سيدي جلال غيوصل اليوم من السفر، داكشي علاش باغاك. عافاك ولكن الله يعطيك الصبر، الله يرحم لك الوالدين. ما تقوليش لا بالله قلتها لك، راه تقولها لك هي بنفسها. هزت لها ليلى راسها بالايجاب، وهي كتربط فوق كتفها بحنان، عارف مدى الخوف ديالها والرعب من الشده والقسوه ديال حماتها. ما تخافيش انا جايه، بحال ما سمعت والو، يلا غنزلي وقولي لها راه نازله موراك. مشات نازيه بسرعه كتجري، سدات ليلى الباب، تسندات عليه بضعف، هي كتنهد قوة كترتاج في الأوصال ديالها، وهي كتسائل داخلها يا ترى كيف غيكون استقبالها ليه، كيفاش غتعامل معاه في الأيام المقبلة. وحتى الآن بحال شخص غريب بالنسبة ليها، من ديك الليلة ديال الزفاف ديالهم وكلامه اللي كان موجه ليها وطلبها منه أنه يخلي لها كشوية الوقت، وكيتصرف معاها كلو بحال أهانت ولا دار شي حاجة اللي ميمكنش أنه يغفرها ليها، تجاهلها معظم الوقت. وليا كانت حتى أوقاتهم مع بعضهم قليلة من الأساس، كتشوف غير شي مرة قليل شي ساعات بالليل، كيجي كيقول لها غير مساء الخير ولا هذا، وكيجي ناس بلا ما يضيف حتى حرف. خلاها طول نهار لمو ومرات عمو كيسمع هذاك الكلام ديال المسموم على كثرة الغياب ديالو على الدار، وديما بين ديما كيهرب منها، كيهرب من العروس ديالو. اخرهم البارح ملي بداو كيتغامزوا عليها على العريس اللي خلى عروسو اللي مازال ما كملاتش حتى اسبوع وسافر، ودار السبه انه مشغول بالاعمال نغب على لمده اسبوع، تحمل داك البعد على طول هاد المده، وعارفه ان مازال كتسنى محاضره اخرى. وعاد الهضره ديالهم اللي ما كتسالاش، ديك الهمزات ديالهم واللمزات اللي كتحرقها بدون ما تجرح لانها تنطق حتى ولو بكلمه واحده باش توقفهم على هكا كيفاش كيلعبوا بها، وما عندهمش ما عندهاش الحق حتى انها ترد او حتى انها تعترض. غمضت عينيها بتنهد بحسره والم قبل ما تنوض وتمشي للخزانه ديالها. خرجت منها، شنو غادي تلبس اليوم؟ نص ساعه تقريبا نزلات للدرج بشويه،
وصلت لتحت كتشوف بلاتها واحد جالس، توجهت بخطواتها الخفيفة ديك الغرفة اللي كيجلسوا فيها كيتجمعوا فيها كامل في الوقت هكا الراحة. قربت منها حتى وصل للمسامع ديالها، صوت حماسة، داك الصوت القوي الحاد. الليلة كحلة، كان نهار كحل، نهار اللي دخلت فيه لدارنا من نهار ما تزوجه، هو مخلي الدار ومخلي فلوسه ومخلي كل شيء، وهو جالس بعيد على مهمته. جبدت بلاصه، عارفات شنو قاصدين بالهضره هادي. تراجعت اللور حتى كتسمع صوت ديال مرات عمو وهي كتنطق حتى هي بسخريه وحقد. هي اللي خداها، هو اللي خداها وفضلها على بنيتي زينة البنات. ومن النهار وهي مخليه الدار وجالسه عند خوالها بعد ما هرس لها قلبها وكسره وخلاها كتفقص، كملت قدرية الكلام ديالها بخبز. لا دابا مشي نجيبها من دار خوالها، ما خصهاش تبقى تما كاينه، خصها ترجع للدار. ظهرت هي بالحرج والالم وهي كتهمس، هذه مرا سامو شنو غادي تجي دير هنايا؟ شنو بغيتي تجي تشوف الحب ديال عمرها مع واحده اخرى؟ بغات قريعه ام جلال. يا صدر قدرية بسرعه، اش غنقرا اش غنقرا الحمقى، هو حياتك عندي، جلال سلمى وسلمى لجلال، وانت عارفه كلمه قدريه ما كطيحش الارض. غتسنى عليا دابا نوريها. قربت منها زاهيه بلهفه، اش بصح هادشي اللي كتقوليها قدريه؟ اه وديك المزعتره ديال العروسه شنو غنديرو فيها؟ ابتسمت لها قدريه وعينيها كيلمع بخبز. شكون ليلى البيرة لحبيبتي؟ واخا تدير اللي دارت، طلعات ولا نزلات، زواجة منها مصلحة، عمرها ما غتعمر معاه ولا تسمى ليا مرات الولد. قربت منها زاهية وضربتها بخفة فوق كفها. انتي عارفة جلال قلبه شكون باغي، ولا غادي نعاودو من الاول؟ زفران زاهية وهي كتشوف فيها، عارفة ام جلال، ولكن معليش انتي كتقولي لا بايرة، ولكن هي راه ولات مرسوم عندك دابا، ورضينا ولا مرضيناش، مراسو قدرية. تراجعت قدرية بلاصة وجهها ولا كله احمر. انا عارفه شنو كنقول لك، وعارفه راسو لي شنو فيه، وعارفه القصه كامله. شهرين ثلاثه هكاك ويرجع الارض، ولا قولي عام كاع على الكثره، وترجع لدار باها ثاني. وغدا قولي قدرية قالت هنا، مابقاش قادره توقف ولا تسمع ديك الهضره ديالهم، توضح كل شي قدامه. عرفات دابا علاش داك التجاهل وديك المعامله الجافه ليها في الدار، وعاد منه هو حتى هو، يعني مهما طالت المده ديالها هنايا، يعني غادي تمشي في حاله، غادي يردوها في حاله من بعد ما ياخذوا من الارض. يعني شنو غادي دير؟ كانت كتمنى انها غتحاول ترضي حماسه، ولكن دابا صافي هي ما كتسوى عندهم والو من غير امضاء فوق ورقه ديال البيع. رجعت كتجري، طلعت مره اخرى للغرفه ديالها وسدت الباب موراها بقوه، تسندت عليه بضعف. نهار تجلست في الارض كتشوف قدام عينها عامري من الدموع، كيبان لها غير السواد هو اللي محيط بها. وفي نفس الوقت في الدار ديال عائلة المغربي كان جالس الشيخ جهاد، هو حاقد حجبانه كيغوت على ولدو اللي كان خاطب ليلى، اللي تشد مؤخرا في دار فيها مشبوهة مع البنات وفيها المخدرات وفيها كاع المحرمات. كان كيغوت عليه لأنه بسبابه ضيع منه بنت عمو وسقط زوجة واحد آخر. قرب الشيخ جاد بغضب من ولدو عليه، هو كيخنزر فيه مازال برغم الكبر ديال السن ديالو وداك الشحوب وبرغم تقدم السن، مازال ديك الخطوات المهيبة. وقف قدامه وكيشوف فيه بعينين، رغم مرور الزمن مازالت كتحمل من القلوب الصلابة اللي كترهب ولدو، كتخلي كيتسبب العرق ووقف قدامه. واش ما كفاكش داكشي اللي درتي تا ولدك؟ ها من بعد مازال عارفك شنو كنتي كدير؟ من الوقت اللي ولدك راغب في الخطوبه ديالو من زعمو كثر من 4 سنين هادي، وانت كتطفش كل عريس كيقرب جهتها، هادشي كله راه عارفه. ومع الاسف يلاه عرفته مؤخرا، وانا كنقول علاش بنت زوينه من عائله كبيره حتى حد ما كيقرب من دارنا، حتى واحد ما كيطلبها، اللي صغر منها تزوج ولدو بلاصه الولد زوج وثلاثه وهي جالسه، العمر كيدوز مازال سولو كيقولوا عليها البايره، وتركت السبب نتا ولدك. يلا كيبغي عالي حل فم باش يهضر ويجيه الجواب بالأب ديالو بواحد الكف هكاك عطاه ليه، حتى خلاه متسرس الارض متوتر. ومازال الشيخ جاد كيكمل بحده وصرامه، شنو كنتي كظن انك غادي تلوين يا درع عالي؟
غادي تندمني حيت باش تخليني نرجع نزوجها لي تاني. لا لا، بنت خوك وخاص تبقى حياتها كامله بلا زواج. غادي شنو وافقني نتزوجها بولدك؟ حيت ولدك طايش، ما غاديش يعرف قيمتها. ما بقاتش فيك بنت خوك، ما بقاتش فيك. هلك جبرتيني بهذوك الفايل ديالك انك تضطر يعني نعرضها بحال البيعه باش نقدر نزوجها من بحد بعد رجل اخر. بعد وقفتي الحال ديالها ولات كتسمى بايره تحت مبقى باغيها. ترسمت ابتسامه مريره على شفايف الشيخ جاد بألم وانكسار. شتي الفايل ديالك فين وصلتني؟ نعطيها للغريب وربي اللي عالم بالايام ديالها اللي جايه معاكي غادي تكون. نزلات من الدرج بوجهها خالي من التعابير، كيظهر داك الهدوء في كل تحركاتها بحال ماشي هي ديك اللي كانت كتبكي من قبل. وبحال القلب ديالها راه صافي، كاين فاطر مبقاش قادر انه يصبر، انه يتألم اكثر. كتنعي حالة من الداخل، بقات هكاك راه بكات حتى شبعات، تفرغت كلشي في الغرفة ديالها وخرجات واقفة بشموخ وعزات نفس قدام الأم ديال زوجها حماسة واللي غير شافتها هكاك يا هكاك تجلس حداها يتلفت عند السيدة اللي حداها. باقي لك الحال، كنتي مازال تخليك الفوق مازال شوية. ما جاوبتهاش ليلى، وقفات كتشوفها بعينين زجاجين خالي من المشاعر باش تحس قدرية بداك الغيظ. مالك واقفة كتشوفي فيها هكداك؟ ها ولا شنو كاين؟ شنو هادشي اللي لابساه؟ فين كتظني راسك كاينة؟ ها واش كتظني راسك عروسة نين ديال بصح؟ سيري حبيبة سيري سيري، بدلي ديك الفراشة ولبسي شي حاجة اللي تخليك انك تدخلي الشغل ديال المطبخ. انا صافي، داك القناع اللي كان على وجه ليلى صافي، مبقاش داك الإهانة وداك الغضب. فين ما كتبغي تجاوب حتى كتلقى هي كتقاطعها فورا، خلات ديك الأجواء زايدة شاعلة أكثر من هي شاعلة في الأصل. حسن بقات حبيبة بتوتر كتحاول انها تهدن شوية. راه جال القلب يوصل هو وعمي وفواز، خصي يكون غدا واجد. يلا اجالي لاجي نمشي انا وياك نشوف شنو غنديرو في الغدا. بات بسرعة شادة بالكف ديالها وتجهز به ناحية واحد من الابواب ديال المطبخ باش تدرك هاكا وراه مع ليلى. كان قدرية مازال طالع لها الدم منها، وجهها باينة لي داك العبوس، وجهها تحديثا الزاهية اللي جالسة كتشوف كتراقب ابتسامة شامتة، وجهها كيشع بالفرح. دايره فيها عروسه هو راه تا الصيمانه ما كمل معاها. هرب منها وطججاتو الله على ولد امو. شافت فيها زاهيه وطبطبات على كتفها على كفها بحماس. برافو عليك قدريه، هادشي اللي خصك ديري، خصك تعرف المقام ديالها هنا. يبين الكلمه هي الكلمه ديالك ماشي ديالها هي. الوات قدريه شفيفه بغيت شنو كيحسب لك؟ والرحمه ديال الغالي اللي مشى مقهور، يعني ما نكونش قدريه الا ما خرجت منها كل شيء الغالي والنفيس على الوجع ديالي من عائله المغربي. زاهية بوجو واش كتظني انا غادي تبقى ساكته ما غتقول جلال والو؟ ملي لقيت عليا ديك الساعه نكونو كحناها. تسمعت قدريه بخبط داكشي اللي قالت عليا وديك الساعه هضرتي قدام هضرتها وديك الساعه نشوف شكون اللي غيصدق امه ولا بنت اللي كانوا سبا في موت باه. كانت قدرية طلبات من جلال ملي يكونوا راجعين يطرقوا سلمى ويجيبوها معاهم فرحات زاهية. دخل جلال حدا سلمى بخطوات سريعة لداخل ديال الفيلا، وقف قدام مو ومرات مو اللي جالسين كيهضروا بيناتهم. وقع لهم السلام داك الصوت ديالو الرخيم الهادي. نات قدرية فرحانة، الحمد لله على سلامتك يا وليدي حبيبي توحشتك. قدم منا جلال تحنا فوق راسه وبعثها هكا بحنان، الله يسلمك الوليدة حتى انتي توحشتك. هز عينيه في مرات عمو لقى عليها التحيه ودلسات من تحتها بوجوم هكا كتسلم عليها وهي كترد التحيه لجلال. داك يقول لها يقلب هكا بعينيه وانطق بتساؤل فين هي ليلى وحبيبه؟ ما شفتهمش. الوجوه ديالها تبدل مباشره ملي نطق الاسم ديال ليلى، وهي تجاوب قدريه بلا مبالاه. داخل في المطبخ كيشوفوا الغدا نضم بلاصو هكا وهي تقفز من بلاصه. فين غادي ولدي؟ انا عيط ليهم. فاس من جلال بتفاهم، لا لا داخل المكتب ديالي نشوف شي خدمه عندي ملي كل غدا واجد عيطوا ليا. تم غادي وهي تبتسم قدريه بانتصار وتلفتات لعند زاهيه وغمزاتها بخبط. شتي قلت لك ان كلامي عمرو غادي يكون غلط، ديما غيسمح ليا. وقفات سلمى مسنده بكتفها على الاطار ديال الباب كتراقب بغل الغيره. هذيك اللي واقفه كتابع العمل ديال الخادمات باهتمام وسيطره قمه تقاد في الوقفه ديالها. ملي شافتها حبيبه واحد توحشتك يا مرات خويا، توحشتني الهضره معاك. تلفتات على اطر صوتها الساخن
قال لي كانت تما كاينه كيراقب داك الدفاع ديالها ناحيه حبيبها، كترسم فوق شفايفها ابتسامه مصطنعه وهي كتضمها لها صورتها حبيبه بدهشه. سلمى الحمد لله وصلتك، انت جيتي. رجعت سلمى النور هي كتسبع بعينها ليلى كترمق ديك نضرب من الفوق لتحت. يلا جيت دابا حالا مع جلال، وهي كتمد ديك الحروف ديال الكلمات ديالها الاخيره بتشفي وكتشوف ليلى. شفت فيها حبيبه بدهشه؟ جلال، جلال اللي جابك؟ ما يمكنش. لفتت لها سلمى على الفار، علاش علاش ما يمكنش؟ عاود لفتت ناحيه ليلى ورجعت كتابع الخدمه ديالها مره اخرى بلا ما تنتبه ليها. كيظهر داك التصلب ديال جسدها من خلال ظهرها وهي كتسمع لسلمى، وهي كتكمل بتباهي وغرور. بقيت يطلب فيا بزاف باش نرجع، داكشي علاش رجعت. اما انا كنت مصممه اني نبقى عند خوالي، ولكن هو طلبني وحلفني بحياته عندي، داكشي علاش رجعت. انا ما قدرتش ليلى انها توقف اكثر وتسمع الباقي ديال هضرتهم. حاولت حبيبه انها توقف ولكن خرجت بالزربه. تلفتات حبيبه عند سلمى، شتي اللي قلتيه يا سلمى؟ عادي ردي البال الكلام كاش كتقولي. هزت سلمى كتافه بعد ما اكترات، قالت براءه مصطنعه، مانيش نقلت قلت حتى شي حاجه اللي ما طرهاش غير الحقيقه، وعادي هي خصها تعرف راسها شكون انا شكون بلا ما دير هنا داك التمثيل ديالها. نهدات حبيبه قيلت حيله، والله ما عرفت غتلقاها من شكون ولا من شكون، باين هاد البنت هادي ظريفه ما تعرفش هادشي ديالكم. تلفتات كتكمل الخدمه ديالها متجاهله سلمى، واللي وقفات كتبتسم بانتصار قبل ما تخرج مره اخرى تمشي تنقل داكشي اللي وقع لامها ولمرات عمها. دات الصبايح، طلع جلال الجناح ديالو بهدوء كيقلب بعيني عليها، ملي جا ما شافهاش، كان كيظن انها رفضات انها تنزل وتغدى معاه، وهادشي اللي خلاه كيغضب. كان كيحسب لي غادي تكون في استقبال، وملي علم بالحضور ديالو ملي لقى على طبله الماكله فوق الغدا كتسنى، حتى انها رفضات تلبي الاستدعاء ديالو ملي صيفط لها وحده من الخدامات باش تتغدى. قالت بلا مرهقه، هي ما كانش باغا تسمع ديك الهضره ديالهم نهائيا. اما قدر يلقاها فرصه، بقات كتهضر عليها على الطباع ديالها واسلوبها، وانها كتسعال على كل اللي في الدار وكتدوز اغلب الوقت ديالها في الغرفه ديالهم، كتحاولش انها تختلط بهم، حتى انها طلبت منه انه يخاصم عليها ويتاخد معها شي اجراء زعما اللي يكون حازم باش تبدل من الطريقه ديال التصرفات ديالها المغروره والمتكبره. كيزفر بقوه وكيحاول انه يهد نفسه، حتى كيتلف جهه الحمام كيبان ليه الباب ديالو تحل، كطل من وراه كيتجمد بلاصتو عينيه عليها، كدور بشويه هكا كيشوف فيها كيفاش لعب فداك الجسد ديالها صغير مع واحد الفوطه هكا زرقاء. يلا وصل الركبه، دراوها عاريين هكا كهزهم، كتهز بهم شعرها اللي كتغطي الفوطه، هي ما عارفاش بالله راه كاين في الغرفه. دا كيشوف فيها بحال اللي كيلتهم بعينيه لثواني، وبداو شي افكار كيدوروا في راسو، ولكن مجرد ما تذكر الهضره ديال الام ديالو بدا كينفض ديك الافكار. تحنحن هكا باش تعرف بلي راه كاين معاه في الغرفه، قفزات بالخوف ملي عرفاتو راه كاين. بدا كتشوف فيه وجهها ولا حمر 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 هكا بالخجل، كتشوف فيه كيقرب منها عينيه على عينيه شويه، قرب يديه بدا كيبعد قطرات ديال الماء اللي نازلين مع شعرها. حتى سولها بداك الصوت الخافت من نطق الاسم ديالها بشويه وبهدوء، علاش ما نزلتيش الغدا ليلى؟ زاد الصوت ديالو خفوت من نطق الاسم ديالها، بعد حتى كانت غادي تطيح ديك الفوطه رزعز زيرها عليها. من المفروض انك تكوني في استقبال راجلك من بعد الغياب هذا كامل، او لا؟ بلعت ليلى الريق ديالها بصعوبه، قال الاقدام ديالها متصمرين في الارض، حاولت تراجع اللور ولكن ما قدراتش، غير كسيان وما قدرتش نهبط. وهاد العيا عندك واش ديما هادشي اللي مخليك ديما كتبقاي في الغرفه ديالك وحدك؟ رفعت وجهها بعلامه الدهشه كتشوف فيه، ما عرفتش نقصد، ما فهمت شنو. حرك جلالها كان بعيد عليها، عطيها بالظهر، تحرك بهدوء جهه الفراش، جلس فوق منه كيحل في الازرار ديال الشوميز، وتحول ديك الهضره ديالو للبرود. داكشي اللي عرفت بالله كدوزي الوقت كامل هنايا، كتنزليش وكتفاداي كل اللي في الدار، الا كنتي عيانه ممكن نمشيو عند الدكتور ونشوفو علاج لك. فات كتسمع لكل كلمه ديالو، وجهها كيزداد شحوبه، عارفه مزيان شكون المصدر ديال هاد المعلومات ديالو اللي كيفقصها هكا وكيحس في نفسها ان هاد الهضره بحال كانها امر مسلم بيه بلا ما يجد نفسه ويسولها، بحال متاكد من هادشي اللي كيقولو. جاوباتو بجمود، لا ما تعي راسك، انا غادي نكون مزيانه ومن غدا غادي نكون لتحت ان شاء الله، نكون معاهم.
وقف جلال حيد داك الشوميز اللي فوق الفراش، وقف قدامها هكاك بصدر عاري بدون كثيرات، وهي حسات بالارتباك لأول مرة كتشوفها هكاك. بدا كيتصاعد لها حمرات الخجل بالرغم من مرور فترة على زواجهم، ولكن كان كيراعي حدود العلاقة بيناتهم، ما تجاوزاتش أبسط الحدود. حتى لقاته واقف قدامها قريب ليها وكيهمس فودنيا، ودابا مازال عيانة. ما حسش براسها إلا وهي كتهز راسها بالإعجاب. تغيروا ملامح الإحباط وصفر بقوة. واخا يلا سير ارتاحي، من حسيت كاين شوية ارتاحي ملي فايقين. أنا غادي ناخد دوش دابا، ملي تفيقي غير بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع. جاوبات ليلى بسرعة ويا واقفة داك التحرك ديالو جهة الحمام وفضول. ممكن نهضروا دابا وبعد برتاح. ضيق جلال ما بين حواجبه ودهشة خلاتها كتولي كلها حمرا. انا نستناك حتى تكمل الحمام ديالك ونهضروا الا بغيتي. هز جلال كتافه بعد بكثيرات، كيف ما بغيتي يلا شي دقيقه وانا خارج. جلسات كتهز جريها بتوتر وعصبيه على الفراش وهي كتسنى انه يخرج. لبسات حوايج هكا مريحين ولكن محتشم الحد اللي تقدر تعامل بيه بأريحية كما كيدير هو. كسر داك الخجل الشديد بعد ما شافها هكاك ديك الفوطه. دازو دوك الدقايق بسرعة يخرج جلال داير ديك المنشفة على الخصر ديالو، خلى ديك الخجل ديالها كيتزايد أكثر وأكثر. هبطت النظر ديالها لتحت من كثرة التوتر، بعد النظر ديالها بعيد عليه وهي كتعصر في داب الخجل والاضطراب. تحرك لجهة الحوايج، بدا كيلبس شوية ويتسمع صوته وهو كيهضر بسخرية. نسيت ندخل معايا شي حاجة نلبس لداخل، تقدري تهزي راسك راه ساليت. هزات وجهها بشوية كتشوف فيه، وسرعان ما نزلات عينها مرة أخرى اللي شافتو لابس غير شورت قصير واقف قدامها هكاك بصدر ديالو عاري، والأنفاس ديالها كتزيد كطار. كتحس بداك الاقتراب ديال خطواتو منها، تفضات في بلاصتها حتى جلس حداها على الفراش. هز ليها الدق ديالها بإيديه وهمسلها بريقة. من المفروض أننا كنحاولو نتعودو على بعضنا أو لا؟ توترات قدام نظرات ديال عينيه، حسات راسها بالإيجاب شوية وخجل. تكمل الحديث ديالو بصوت رقيق، حنون بحال اللي كيهضر مع شي طفلة صغيرة خايفة قدامه. واش فين ما غادي نجي نقرب لك هكا غادي تنفضي بحال هكا برعب؟ بحال أنا قلت لك عمري ما غادي نغصبك على شي حاجة ما باغاهاش. ليلى وهي كتمرر الطرف ديال لسانها فوق شفايفها في محاولة أنها ترطب الجفاف قبل ما تجاوب، ولكنها توقفات كترتعشف معهم. ملي لقاتو هكا كيصفر بحده وديك الأنفاس ديالو كتسالى وبزاف مش قدرت انها تتكلم. كنتي قلتي بغيتي تهضر معايا في شي موضوع. بقى كيشوف فيها متفضحص، كيشوف كيمرر ديك النظرات ديالها فوق ملامحها باهتمام. لحظات خلاها كتبلبل في الجسد ديالها قبل ما يقول لها بهمس، انا كنقول اجلو كلام للمره اخرى، اجي نرتاح شويه حيت يلا جاي من السفر عيان بزاف باغي غير نعس. بقى كيمد لها يديه، هزات وجهها ليه بخوف، بالها على عينها ابتسم لها ابتسامه مهدئه وقال لها ما تخافيش والله باغي غير نحس. كنظن بركه من اليوم، بركه من النعاس بعيد عليا، نحاولوا اننا نتعود على وجود ديالنا مع بعضنا. حساس بالخجل اكثر من الاشاره ديالو انها من الليله ديال الزفاف ديالهم وهي كتنعس فوق الاريكه، واللي اصرت انها تنعس عليها بدون اي محاله منه. خلاها على خاطرها كدير داكشي اللي يريحها. مدات ليديها ليه نعت من الكسا ديالها بشويه، وقفت مقابله معاه ابتسم لها جلال بلطف. مد هكا يديه بعد دوك الخصلات اللي بداو كيتخربقو هكا ديال شعرها اللحظات قبل ما يهضر معاها بصوت هادي ولكن لا يخلو من الجدية. وش عارفة ان شعرك زوين بزاف، وانا كيعجبني الحال انك تخليه على طبيعته، ولكن عندي لك واحد الطلب. شاف فيه بتوتر وتساؤل ومازال كيتلعب ديك الخصلات ديال شعرها. كتشوف الاصبعان واللي كتجري بينها، عينيه كتتابع لك ديك اللمعه ديال الضوء فوقهم بحال المسحور. كيهمس بتقدير ولكن الصوت ديالو كيخرج من داك الاصرار والتحضير. طول ما حنا بوحدنا هنايا خلي شعرك كيما هو بحال هكا مطلق وعلى راحته، ولكن ملي تخرجي من هاد البيت هذا ولو حتى قدام العيالات اللي في الدار جمعيه. فاهمين ليلى؟ عقدات بين حواجبها بشده وضغطات على الكلمات ديالو فوق العقدة ديالها القديمة واللي متمثلة في داك الشعر ديال اللي كيخليها كتحس بعدم الثقة في نفسها. بحال حسات بيه بحال غيحشم لا شعرها هكاك. تسرعات الهضرة باقتضاب، انا متعودة اني ما كنخرج بلا الزيف غيكون هاني. هز جلال راسو وتحرك جهة الفراش، بقى واقف كيشوف تتحرك. جسد ديالها متخشب ومعصبة الجهة الاخرى،
سكت بسرعة، عطاتو بظهرها، حسات شوية بالفرج أنه تقل من الثقل ديال الوزن ديالو. كتبت أنفاسها كترتعش بقوة، حسات بيه كيتحرك قرب منها ولفها بدراعو، وحسات بالكلمات ديالو بحال جاو فوق البشرة ديال الوجنة ديالها. يلا دابا مزيان، يلا نحسي نحسي علينا. شدو من الحضن ديالو، بقات متصلبة، لحظات دازو عليها بحال الدار، حتى حسات اخيرا بالبطء ديال انفاسه والهبق ديال عرفات بلا ديك الساعه ناس. هاد اخيرا استرخات وابتسامه سعيده على شفايفها، وسدات عينيها بهدوء، خلات النوم يتسلى ليها، متجاهله كل داكشي اللي داز عليها، ولو تنسى غير اللحظات داكشي اللي ممكن يجي لها تاني في الايام القادمه. يكفيها هادشي اللي كتحس بيه دابا، انها حاسه بالامان والدفء والراحه. نبهات حواس واحد الصوت كيعيط ليها، تململات فراشها بكسل، شويه تجمدات ملي عرفت شكون اللي كيعيط ليها. كان واقف على ديك الكومود الكبيره كيقاد في شعره، عدلات من داك الجلسه ديالها. ليلى يلا نوضي، حاولي تزوجي راسك، انا غنتسناك لتحت، باغي نهضر معاك، غتلقيني في المكتب. رجع كيقاد المظهر ديالو في المرايه، غافل على ديك الابتسامه المريره اللي ترسمت على شفايا قبل ما تسول بخفوت. ممكن عرفش الموضوع اللي باغي تهضر معايا فيه. شاف فيها جلال من خلال المرايا، تقابلوا عينيه من اللحظه، شفت خلال عينيه ديك النظره ديال الجديه. موضوع واحد اللي غنحتاجو اننا نجلسو في المكتب، وكنظن راك عارفه. هزات ليلى راسها بالايجاب ونزلت راسها الارض. عندك الحق، هو هادشي الحاجه الوحيده اللي بيناتنا. كانت همست بشويه ما سمعهاش، حتى كمل جلال كلامه. انا راه اجلت هذا الموضوع هذا والهضره فيه اكثر من اللازم، كنظن جا الوقت اللي خصنا نهضروا فيه. ما جاوباتوش، بقات مهبطه راسها الارض، حاول انها تخفي داك الالم والشحوب بعيد على النظره ديال جلال. عارف انك لامي ممكن يبرزطك، ولكن انا فهمتك من اول يوم ديال الزواج كيفاش الوضع ديالنا. هادشي كاين ليلى ولا لا؟ حاولت تماسك تبلع الغصه في حلقها قبل ما ترفع وجهها ليه، اللي خالي من اي تعبير. لا بالعكس، عادي، انا عارفه من الاول ديال زواجنا، عارفه علاش كان، وقبل اهشو فين غادي، ما عنديش اي مانع. نط من فراشة كترقب بعينيه باهتمام، وهي كتحرك جهه الحمام بخطوات سريعه. دقائق وغادي نزل عندك. دخلات الحمام بهدوء، عاد صفر جلال كان كيحس بشويه ديال عدم ارتياح، ما كانش باغي الهضره ديالهم توصل لهاد الطريقه، ولكن هو عارف انا عاجلا ام اجلا كان غادي يوقع هادشي. ما عندوش فرق في التوقيت، هو باغي ديك الارض بين يديه بشده، كيتحرق بعدم الصبر باش تولي لعائلته، حيت بالرجوع ديالها اليوم غادي يتسد داكشي اللي دارو باه في الماضي من التدمير ديالو للعائله بالتهور ديالو والرهونه. ما يسمح لاي واحد مهما كان انه يوقف في طريق ديال تحقيقه لهذا الهدف. كان جالس في المكتب شاد بيديه داك العقد، كيمرر عينيه فوق السطور ديالو، شويه دفعو هكا، ما عرفش مالا تعطلات. تقريبا داز اكثر من الساعه بعد ما خرج كيتسنى فيها. رجع مره اخرى كيحاول انه يهدى راسو ويتحلى بالصبر والهدوء، ودازو لحظات اخرى دوزها متوتر، حتى سمع طرقات خفيفه على الباب كتعلن على الوصول ديالها. تقاد في الجلسه ديالو كي يطلب منها انها تدخل، حتى كيستغرب. سلمى شنو كاين شي حاجه؟ دخلي. قدمت سلمى بخطوات بطيئه منه، مهمسله راسها بخجل، مهمسات بصوت ضعيف، كنت باغي نهضر معاك شويه بواحد النهار جلال. نوض بلاصتو من مورا المكتب، تحرك وقف قدامي كيشوف فيها بتوتر. شنو خير؟ شنو تكلمي، برزتيني معاك. هزات وجهها ليه بشويه، كيتصدم كيشوف ديك الدموع اللي معمر عينيها وشفايفها اللي كيترعدو بحال كتقاوم انها تنفجر بديك العاصفه ديال البكا في اي لحظه. وفعلا دغيا انفجرت. هانس عليك سلمى، ياك جلال، هانس عليك بنت عمك، تولي سيرتها على كل لسان. شعل عينيه بالغضب، نهتف بشراسة، اش كتقولي؟ شكون هذا اللي يقدر يجيب سيرت بنت الصاوي على لسانه ونقطعو ليه؟ سلمى وهي مازال كتبكي بحرقة، قاتلو بعتابولة، وتلوم عليهم، علاش جلال؟ انت اللي عطيتيهم فرصة، اللي خليتيني مشيتي تزوجتي بواحدة أخرى، بعد ما كل شي كنعرف من صغري وأنا مكسوبة عليك. زاد الحدة ديال البكا ديالها، كتحي بالداخل ديالو إحساسه بالذنب من جهتها، وكيشوفها بكل هذا الانهيار قدامه. قرب منها ولكن مازال محافظ على مسافه مناسبه بيناتهم، ونطق بلطف كيحاول يهدها. واخا سلمى تهدني تهدني تهدلي باش نعرفو نهضرو. شقات سلمى كتبكي، هزات وجهها ويديها كتحاول تحيد دوك الدموع اللي نازلين هكا فوق خدودها، ونطقت بألم. فاش غنهضرو يا جلال؟ مبقاتش شي حاجه بيناتنا نهضرو فيها من بعد داكشي اللي درتي، بعد ما تزوجتي بليلى وخليتيني. عقد
بعد ما صنعتي مني ليلة واحدة أخرى، عقد حوايج ومشي يدور بوص من هند كرات الاسم ديالها قدامه، ومات براسه بحال اللي كتأكد لي عاجلا أنا وليت ليلة واحدة أخرى، بلات كل اللي غتهضر عليا السنين اللي جاية، حتى واحد ما غادي يبغيني، غادي نكون ليلة واحدة أخرى جديدة، عائلتي غيخلصوا على باش يلقاو لي يتزوجها ويرضى بيها. جلال كيسرى مع هاديك الهضرة ديالها، شد الهضرة هادي، شد اش كتخرب قيب الصاوي، واش متصاوي ما كتباع ما كتشرى؟ بناتنا راه كيتقلوا بالذهب، تيراك غالية وخصك تعرفي عمرها ما غادي نرخصوك لتا واحد نهائيا. بعد حياة المكتب ديالو سند بكفوفو فوقو، حنا راسو عطيها ظهرو، كيظهر داك الغضب من الوضوح من صوت انفاسو الحادة وداك التوتر ديال العضلات ديالو. كمل هضرتو بحدة خافي وراه الكثير من الغضب المستتر، الا سمعتك مرة اخرى كتهضري على نفسك بهالطريقة هادي غيكون معايا تصرف واحد اخر ما غيعجبكش. سلمى، حطي في راسك بلي انتي حاجة وهي حاجة اخرى. هل ما هتفت سلمى معون؟ بزاف مني يا جلال، بزاف مني، انت واش كضر بلي سهل عليا ولا على بابا ولا ماما اني نسمعو من الناس اللي حدانا هاد الهضرة هادي؟ كلشي كيسولو كيفاش وقع هادشي، تحت فينا ما كيقدر يقول الحقيقة، وان هادشي كله بسبب الارض ديال الشؤم هادي. انطق بصوت متشمد ومازال مخشب على الوقفة ديالو، شنو المطلوب مني دابا؟ نادات سلمى وقالت هي كتبدل الحال ديالها فجأة، وفي عين هاديك النظرة ديال كتحمل بزاف ديال اللوم والخبز. مطلوب منك والو ولد عمي، انا كي غير كنسمع نفضفض وقول لك داكشي اللي في الداخل ديالي. صفر جلال كيحاول انه يتهدن قبل ما يتلفت لها بوجه خالي من التعبير، ولكن عينيه كيشعلوا بالغضب وديك النار اللي كيحاول انه يحكم عليها السيطره. واخا يلا سيري سلمى دابا، وياك نسمعك كتهضري بالطريقه هذه مره اخرى، فهم؟ ومات براسها بالايجاب، تلفتات باش تخرج، رفع شفايفها بابتسامه انتصار وفرحه، عارفه مزيان انها نجحت في الخطه ديالها، واخا ما خدات جواب من عنده، ولكن عارفه مزيان شكون هو جلال، وداك الاحساس ديالو العالي بالحمايه والمسؤوليه. اي حاجه كتخصهم كتخص عائلته، عادي راه بنت عمو، بنت عمو الوحيده المدلله عند كل شيء، وهذا الشيء اللي راه نات عليه هي ومرات عمها وماماها، مداروا الخطه واثقين من انها غتكون في الاخر في الصالح ديالهم. خلاته في عاصفه ديال الافكار، خارجه من ديك المكتب خطوات سريعه واثقه، غافله على ديك اللي مسند على الحيط في الظلام، رجليها مبقاوش هازينها، وعينيها كيتعصروا بالالم والدموع كينزلوا منهم بغصاره، كل كلمه قالت الا وسمعتها. دخل الغرفة ديالو من الجناح وبعنف كيقلب هكذا، كتبان ليه جالسة على واحد الكرسي دايرة رجل فوق رجل، كتهزز رجليها كتفرج في التلفازة مستغرقة تماما متابعة، معرفتوش أثناء أن انتباه. قرب منها بخطوات سريعة هز التليفون، واش انتي جالسة هنايا تال دابا ومنزلتيش المكتب كيما قلت ليك؟ علاش؟ شافها كتشوف في التلفازة كتهز كتافها بعدم كثيرات، بالي أن النزول ديالي ما عندو تفائدة. قد جال الحواج مبشر، كيفاش ما عنده تفايده؟ ما فهمتش، فهميني. تلفتات لي ليلى بسده المرفق ديالها فوق المسند كتشوف فيه بنظره بارده. انا فكرت مزيان ولقيت اني ما غنتنازلش للارض لا ليك ولا لغيرك. بداو الشياطين ديال الدنيا والدين كيزغزغوا فوق راسو، قرب من شاد لها درع بقوه بقسوه. اش كتقولي؟ ما سمعتكش مزيان، سمعيني هادشي مره اخرى. ما اهتزوش الملامح ديالها، بقات كيما هي على الهدوء وبرودة العالم، وهي كتهضر بجمود. كيف ما سمحتي؟ ما عنديش مانع يعني نعاود الكلام اللي بغيتي نعاودهولك. ترفعات فوق ملامح التحدي والإصرار ملي سمع الكلمة ديالها بشوية. البيع ما غاديش نبيع، تنازل ما غاديش نازل، الأرض هادي أرض ديال عائلتي وجدي كتبها ليا ولولادي، وتا واحد ما غيقدر ياخدها مني ولا يتنازل عليها ولا يجبرني نتنازل عليها مهما كان. كنسمع كل كلمة كتنطق بيها كتزداد الأصابع ديالو كتضغط فوق اللحم ديال دراع، حتى كانت غادي تنفد العظم ديالها كتألم بشدة من القسوة ديال القبضة ديالو المحكمة، ولكن بقات متماسكة كتميل البرود وعدم الكسيرات، وهي كتشوف وجهو غادي العرق ديالو غادي يطرقو غادي ينفجر من شدة الغضب، وكيفحل بين أنفاسه وكيضغط فوق كل حرف كيخرجو من الحروف ديال فمو. أكيد حماقيتي، الأرض ديال عائلتك أش من أرض عائلتك اللي كتهضري عليها هادي؟ واش نسيتي راسك شكون ونسيتي انا علاش تزوجتك؟ ولا كنتي نسيتي نفكرك؟ جرى من دراعك بحال غيقلع على دراع من الجسم ديالها. زوجتك على قبل هاد الارض هادي وبس، الارض اللي عائلتك رموك عليا على قبلها، زوجتك على قبل الارض ديالها ترجع لعائلتي من ثاني، واللي لولا هي ما كنتيش في يوم
غادي نفكر على تزوجك ولا تكوني على الاسم ديالي في يوم من الايام. فيقي 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 وعي نفسك وتعقلي وزني كلامك قبل ما تنقي، فاهمه ولا ما فاهماش؟ بحال دوك كاين تقوى كيشد الضغط ديالو على درعها، كيحس بقوة بحال راسها بغا يطير من كتافها، شعقات بألم كتزوج، ولكن ما غاديش تتخلى على التحدي ديالها. ماشي على الألم زات وجهها كتشوف فين بين خصلات شعرها ديك المشعته فوق بتحدي وكره. فاهمه فاهمه، هضرتي مزيان وعارفه علاش تزوجتيني على قبل هاد الارض هادي. وانت ملي كثر الطمع ديالك ما تقدرش تقول لا وتسوق شي وحده بزاف منك. حتى انا بالضبط هادشي اللي وقع ليا، انا حصل غير بنت ما عنديش الحق اني نرفض وانا نقول لا، عكسك انت جلال السي جلال كان ممكن انك ترفض علاش وافقتي. وتقات الحرف ديال سميتو بسخريه خلات العيني كيزادو يتشعلوا بالنيران، ممكن انها تحرق الاخضر واليابس. ولكن ما تراجعات، واخا كتشوف فيها هكاك كتحاول داك تواجه داك الغضب ديالو وشراسو، انها خاصة نفسها الفرصة أنها توقف على داكشي اللي نوات الفعل ديالو وتكمل مأكدة على كل كلمة كتنطق بها بإصرار العينات. وغنحاول تقولها لك مرة أخرى، الأرض ديالي ما غادي نبيعهاش وما غاديش نتنازل عليها، وخصك تفهم وتفيق حتى انت وتعرف اني تزوجتك، ماشي حيت باغاك ولا دايبة فهواك ولا عاجبني كحل عيونك. انا نتزوجتك الا سبب واحد، الضغط ديال جدتي عليا وصافي، وانا كان عليا انا اهون عندي نعيش عمري كله بايره كيف ما كتقولوا عليا، ولان حظي وقعني في واحد بحالك طماع وجشع رجع طامع في فلوس مراته. خلي يديها بسرعه رفعها لفوق قدام وجهها، كتنطق ملامح بكل شرور العالم بعيني اللي مشعوله بالغضب. غمضت عينيها بالع كتسنى داك الصفعه ديالو باش توصل لاذان اصوات انفاسه اللي متلاحقه بعنف. فعلا عرفت انها صافي كحلات معاه كتسنى ديك الصفعه، كترتاجف قبل ما يوصل ليها صوت ديال اغلاق الباب بعنف دخو على جهدو. عدت كتحل عينيها بشويه وهي كترجف، الجسد ديالها صافي غادي يتهاوى، ولكن صافي علات تحدي وما ندمش على هادشي اللي دارته. يكفي هذاك الشيء اللي سمعته من نهار دخلت لها الدار هادي، سواء منه من عائلته، داكشي علاش ما غاديش ندم وما غاديش ترجع مهما كان. واللي بغات توقعها توقع. جا نهار جديد كان زقاز قدر يلتحت، حتى عيطت للخادمه باش تمشي تنظف الغرفه ديال المكتب. مع دخلت العنجيه الخادمه رجعت بسرعه لعندها، شفت فيها قدريه. دغيا مسحتيها؟ مسحتي الغبره دغيا ولا شنو؟ لا لا لا، راه سي جلال ناعس ما كاينه. شفت فيها نجاس قدريه مصدقاش؟ واش متاكده؟ ايه متاكده، لمعوا عينيها بالنصر والسعاده. بهينا انك يا سلمى قدرتي ديري، الله يرفي الله. عقدات حبيبه حواجبها، ما ينفهمش ما داكشي اللي كتقول ماما. شو درتي يا ماما؟ ما فهمتش. وعلاش جال الناس في المكتب ديالو ومخلي بيته؟ كلفتات عندها قدريه، ماشي شغلك غادي تقعدي، يلا نقز سير فيقي خوك وزيدي. صفرات حبيبه بقوه راس بلاصه بسرعه باتجاه المكتب، دخلت لي هكا خرجت بسرعه تبع جلال بخطوات ثقيله. تسولاته الام ديالو بلهفه وخبز، علاش ناسا وليدي في المكتب ديالك؟ كاين شي حاجه واقعه؟ صفر جلال دار يدو هكا فوق وجهه كيحاول يزيل داك الاثر ديال النعاس من عليه، دار في شعره اللي مخربق هكا رجع اللور وقال بقصيده كاين والو وليده، بين ان غير النعاس سرقني وانا خدام. ما تغيرش ديك النظره ديال الخبز والفرحه فينين القدريه، حاولت تبين العكس. واخا وليدي يلا طلع طلع قد حالتك وفيق مراسك ونزل غادي ياكل الفطور. وديك الساعه وجد مع سمع سميتها تجهم الوجه ديالو، ديك الساعه القدريه تتفرحات بحال صدقات الحدس ديالها. انا هي مازال ما نزلاتش، الوقت قدريه شفايفها وهي كتنهد باسف مصطنع. وهي من امتى كتنزل بكري يا وليدي؟ كتنزل تا كيكون الغدا محطوط ديال الظهر. شعلوا عينين جلال بالغضب، كيعيط على نجيه بصوت حاد، وهكا جات كتجري لعندو. طلع يعيط الليله دابا قول لها دقيق وتكون هنا قدامي يلا بسربه. زات نجيه راسها بالعزم مشات كتجري، تجاه صوت ديال جلال الصارم، اجي جي صافي اجي انت انا غنطلع بنفسي. تحرك بخطوات سريعه بعنف، الدرجه كيدير فيها جوج وما كيشوف فيه حتى غبر عليهم. تلفتات حبيبه لعند الام ديالها، حرام عليك يا ماما، هاد الهضره ما كان عندها سالوزوم ما بين ان الام متوسطه بيناتهم. تقدات قدريه في الجلسه ديالها سندات ظهرها للنور براحه كانها كتساعد انها تشوف الفيلم ديالها المفضل، وابتسامه خبيثه على وجهها. سكتي انت ما شغلكش، خليه يعرفها مقامه في الدار هادي، خصها تعرف هي شكون وحنا شكون.
كانت جالسه فوق الفراش بحوايج هاد البارح، ما مضاتش عينيها ولو لحظه طيله الليل وهي كتفكر. الهالات السوداء تحت عينيها بعد داكشي اللي وقع معاه وديك الكلام ديالو المهين، بقات كتعنب في نفسها انها ما كانش من المفترض انها تكون ديك هي ردة الفعل ديالها، ولا تقول داكشي اللي قالته وتهمه بالطبع بها وباموالها. عارفه مزيان من البدايه السبب ورا زواجهم، وما خدعهاش، ما وعدهاش بشي حاجه اللي ما كايناش في استطاعته يقدمها ليها يعني. ولكن حتى هي شنو الدم ديالها؟ شنو الدم ديالها انها ما تكونش الزوجه المناسبه ليه؟ كل الدم كيوقع لعائلتها هي اللي وضعها في هذا الموقف هذا. حتى تفتح الباب بعن في بالها جلال واقف مسند على الاطار ديالو بكتفه، دروعه هكا عقد فوق صدره وكيشوف فيها. بات بسرعه وقفات كتحاول تقد داك الشعر ديالها وحا على وجهها. جلال انا كنت قطعه بحده وبتجاهل داك النداء ديالها. شنو جالسه كديري حتى دابا هنا؟ علاش ما نزلتيش تشوفي الشغل ديال الدار مع الخدامات؟ توسع عينها بالصدمه. اشنو غادي نشوفو مع من؟ بان ليها حتى هي داك الملامح ديال الارهاق اللي باينين على وجهو. خرق بها كيتقدم جهتها بتوتر. داكشي اللي سمعتيه بنت المغربي من هنا وجاي، انتي ماشي اكثر من خدامه هنا في الدار، خدامه بالنهار وجاريه ليا بالليل. حاولت تبعد عليه بسرعه، رفع وجهها فيه بتحدي ناوية انها ترد عليه، ولكن ما عطاش فرصة. دور دراعها هكا على الخصر ديالها جذبها عليه بقصو كيفرغ فيها كاع داك الغضب وديك العنف من بعد ديك الهضرة ديالها الوقحة معاه البارح. ما عطاش فرصة انها تقاوم، حتى خلاها لا حول ولا قوة لها، حتى بدات كتحس بلا صافي غادي تسخف ليها هكاك من يديه. كانت خايفة مرعوبة ما مصدقاش هكا داك الاضطراب والعلها كيبان فيها. بعدت عليها هكا ابتسامة شرسة. خفتي؟ هادشي اللي وقع هذا غير نقطة في بحر داكشي اللي غيوقع بيناتنا، على كيفاش غادي نولدو الولاد اللي غيورثو منك هاد الأرض هادي؟ هون مش هادا هو هدرتك ديال البارح ولا نسيتي؟ الأرض ديالك الأرض ديال ولادك، إوا دابا داكشي اللي غادي نديرو، غادي نخليك تولدي الولاد اللي غادي يكونو هما الوارثة ديال الأرض هادي. بعد على مخليها كترنح اللور متعترة، حتى كانت مسندة على بتقل ديالها على الجسد ديالها، حتى لقات راسها صافي كدور في بلاصه. ما مصدقاش هادشي اللي كيوقع ليها. يلا مورايا دابا لتحت، ومن اليوم الخدمه ديال الدار كلها عليك انت، وما نسمعش منك غير كلمه حاضر ونعم وصافي. حل الباب ما خرج، بقى واقف كيتسناها. تلفت جهتها كيشوف داك الشحوب ديالها ديك الرشفه، بحال غادي يطيح. مع ذلك ما اهتمش ليها، حد دارها بحده وقسوه. وياك وياك نسمع شي شكوى وحده منك، سمعتيني؟ ولو وحده ومن اصغر وحده هنا من الدار، احترمي كل شيء. خرج بحال العاصفه، هارت فوق الفراس مره اخرى، عينيها عمري بالصدمه والجمود، عقلها واقف تماما على التفكير. كتحس بالخواء بالداخل ديالها، بحال مات وكاع دوك المشاعر اللي كانوا في الداخل ديالها في هذه اللحظه بالذات. نزلت من الدرج بشويه، وجهها خالي من التعابير، هو متابعة من بلاصو كيشوفها كيفاش هادية صلبة باردة الملامح، ما كيبانش على وجهها أدنى تعبير، ولكنه برغم كل شيء لمح ديك نظرة الضعف بعينها، بحال رق قلبو ليها اللحظة ولكن متجاهلها. تلفت للجهة الأخرى، حتى وقفات قدام بلاصة اللي جالسين فيها كلهم. تلفت مواجهة للجميع، قال بصوت صارم ونطق بكلام اللي ما كيقبلش المناقشة، بأمر حازم لكل عائلته. وجه خصوصا كلامه الام ديالو بان حتى واحد ما غادي يدير الاعمال ديال المنزل من اليوم من غيرها هي، من اليوم فصاعدا بدون اي مساعده. توجهت كل الاعين لها بالذهول في انتظار انه يسمع الرفض ديالها، تعليق على هضرته، ولكن وقفات كتشوف قدام بحاله من الجمود. وجهها خالي كيف ما نزلات، كتوجه بانظار ناحيه الام ديالو سولاتها بجمود، ممكن عرف شنو اللي مطلوب مني نديرو اليوم؟ ابتسمت قدريه ابتسامه ولكن سيطرت عليها بأسف مصنع. لا حبيبة ما تعيش راسك، حبيبة وسلمى متعودين يديروا الخدمة بوحدهم، معنا جي غير يحين في سكنتي. اللحظة تهزو ملامح ديال الليلة بالغيد، ولكن سيطرت عليه فورا وفرات سيطر البرود مرة أخرى، ملي هضر بصوت وبغضب وحنق. كنظن أن الليلة هي اللي كدير الشغل ديال الدار من اليوم، داك الخدمة ديال الفشوش وداك الشي بعد ديما دير بيه، خصها دير فراسها بلا تزوجات وهي اللي غتأسل المسؤولية ديال الدار كلها. طاد بلاصو بسرعة هكا وهضر معاه مولي كان جالس هو غير حال فمو كيشوف فيهم. عمي اجي وراي المكتب باغيك تسربي. تم غادي هو يتلفت عندها باقتضاب، صوب لي قهوة وجيب عليا المكتب. كمل طريقه تابعو عمو بخطوات سريعة متلهفة، طلقات ضحكة ساخرة
ملي خرجوا الرجال من الغرفة كانت مولاتها سلمى واللي بقات كتضحك رغم النظرات ديال الحبيبة التحديدية ليها، حتى بقات مالي شنو درت حتى الضحك ما ضحكوش. ترفع عينيها ناحية ليلى كتشمت فيها، ولكن ليلى تجاهلاتها كتحاول تسيطر على راسها أكثر. نمشي نوجد ليه القهوة، وقف صوت قدرية بصرامة. سيري ديري القهوة دغيا باش توجدي الفطور، وديك الساعة سيري شوفي شنو وراك من خدمة الدار. مات حبيبة من بلاصة تسني لا لا انا جايه معاك نعاونك. يدور فيها ماما جلسي وانا غادي نوريك في الغاده. ما سمعتيش خوك شنو قال؟ شفت فيها حبيبه وشنو غادي يقول لها خويا باش غيعرف. بقات سلمى انا اللي غادي نقولها لي اوامر جلال خصها تنفذ وبالحرف. جلال كان باغي العام ديالو بخصوص فواز اللي هو راجل اختو حبيبه. التصرفات ديالو طائشه بالرغم من التقارب ديالهم في العمر، الا انه التصرفات ديالو الهوجيه كتخليه منافس قوي للاطفال في تصرفاتهم والطيش ديالهم. قال لي اللي حداه واللي معاه كيقاسي وكيهاني وبسبب اولهم قتل المسكينه رغم انها ما تشكتش ليه، ولكن حس بها وعرف بلي اكيد كتعاني مع راجلها. بعد ما خرج عند عمو من المكتب بقى جالس في الداخل ديالو امواج من المشاعر المتناقضه، ولكن الغضب هو اللي سائد عليها. غمض عيني تسند براسه فوق ظهر المقعد، مازال ديك افكار سوداويه داخل عقله بحال حالو الليله الماضيه. ما نعرفش حتى هو كيفاش قدر يسيطر على الغضب ديالو ما يأديهاش، والاول مره رفع حياته على مرأة اللي ما كانش من غير الزوجه ديالو. كيحمد الله انه تمالك الغضب ديالو في اخر لحظه، والا كان وقع ما لا يحمد عقباه. اللي كامل هو كيفكر ما عرفش شنو غادي يدير، ولكن كيفاش غادي يغفر لهداك الشيء قالته ليه البارح واتهماته بالطمع في أموالها. وما ينكرش أنه ديك الحاجة ديالو الماسة لأنه يملك ديك الأرض ولات بحال الهاجس بالنسبة لي، ولكن كان كاين وين يشريها منها وبسعر السوق الحالي ماشي يحسن عليها. ولكن ما كانش في الحسبة ديالو أبدا أنها كان كيحسب لها أنه غيخليها تنازل عليها بدون ما تاخد حقها. شدت القبضة ديالو على المقعد حتى بيض المفاصل ديال صباعه وكيتفكر الحديث ديال الواقع معاه وتصريحه أن هذاك الشيء اللي وقع كان غصب على ان الزواج تغصبت عليه، وان هي ما كتحملش ليه حتى ذره ديال المشاعر ولو انها تبغي تكون الزوجه ديالو. ما عجبهاش الحال وما كيشرفهاش زواجها منه. نهاد بحال دا كيتراجع براسه فوق المقعد ديالو مهموم، وما عارفش ان الظروف ديال زواجهم راه ما كانش كاي زواج متعارف عليه، ولكن كان كاين ولا انه يبقى معاها ويخليها زوجه مصونه في دارو. ورغم الظروف ديال هذا الزواج، ولكن ما كانش حسابه نهائيا انه غيدير هادشي اللي اضطرات، وانها ديرو اليوم وقدم كلشي وداك الاعتراف ديالو تقريبا انها بحال الخادمه في الدار كلشي. ولكن بالنسبه ليه كان هو الحل الوحيد باش يطفي داك النار ديال الغضب اللي في الداخل ديالو، بحال غيعاقب على كل داكشي اللي قالته. خرجوا من افكارو، طرق ضعيف على الباب عرف شكون غادي تكون، تقاد في بلاصتو فتح واحد من الملفات قدامه كيضار بانه خدام فيه وطلب منها الدخول. دخلات بخطوات بطيئة كيشوفها كيفاش كترتعش في بيديها اللي هازا ديك الصينية ديال القهوة منزلة راسها. معرفش كيفاش حس بديك الشفقة عليها، ما كانش باينين في نظرها ديك الوقاحة وديك البرودة والصلابة اللي كانت عليها البارح، ولكن حاول يتجاهل هذاك الشيء ضيق عينيه. علاش تعطلتي؟ ما جاوباتوش، يديها مازال كترتعشف حتى انها كانت غادي تقلب ديك الصينية على داك الشيء اللي حاطه فوق المكتب. حتى وقفها غاري الفنجان اللي يديها وخرجي برا. هزات عينها بسرعة ضعورة كتشوف يديها كترتعشف كتر، بدات كتقرب ليه داك الفنجان غتبدو ليه هو مخداش من عندها. برود تقاد في الجلسة ديالو دارج الفوق الرجل. هاد المرة الجاية ملي نطلب منك شي حاجة ثواني يكونو قدامي، وإلا غادي نفهمك بطريقة أخرى. هنا صافي القدرة ديالها على التحمل سالات من الصباح، وهي كتحاول تقنع راسها بأن مع الأيام غادي تهدى الأجواء بيناتهم، ولكن بغضراتو الأخرى ليها صافي قضاها على أمالها تماما. هزات عينيها جهتهم بغضب كطير الشرارات ديالو ملي ضغطات على الحروف ديال الكلمات الحانقة. لا ما فهماش، بغى نعرف كيفاش غتفهمني وباش تعرف تعاقبني مزيان زيد هذه سيئة على الحساب اللي عندك. ما خلاش راسها لا حدا وحده باش تفكر، كيحرك هذاك الغضب زاد داك الفنجان بيديها خواتو على داكشي اللي حاطو تمايا فوق السق ديالو. فورا نقز بديك الألم وديك الخلعة شدات مازال داك الفنجان وضرباتو بيه للصدر حتى تضرب بيه بعنف قبل ما يطيح على الأرض. شتت الشظايا ونطقات هي مازال بحده وهي كتشوف فيه. ماشي انا اللي كتآمر ولا تكلم معاه بهالطريقه، وانت عارف مزيان شكون انا، شكون هي بنت المغربيه ولد الصاوي.
كان يلا بدا كيمسح في حوايجو هكا، كيحاول يحيد داك الملف اللي في داك، حتى وقفها وقفاتها قفات وحده راسها ديك الساعه. يلا بغات تخرج، كتحاول انها تتفادى الغضب ديالو، وحسات براسها الا مجروره لعندو، بحاول تخسرها بدراعو وجدبها لعندو بقصو ونتقلع حدا ودنيها. فين غادا؟ خليك قد هدرتك وتسني تعرفي العقاب ديالي كيفاش غيكون. ما عطاش فرصه نهائيا، الارض هزها هكاك وردها فوق المكتب بعنف. كتحاول انها تهرب منه، كتحس بالتوتر الخوف، ولكن شل الحركه ديالها، وقف هكا محني عليها وهي كترجع باللور متكية على داك المكتب، كتحاول انها تنوض وهو مثبت عليه حتى نطق. ما كي كدر عندي بحال الفار اللي في المصيده. فين الشجاعه ديالك مرات ولد الصاوي؟ نطق بديك الحروف ديال الكلمات الاخيره، كان قريب لها بزاف. فديك اللحظات بالذات حتى تفتح الباب بعنف، كانت الام ديالو قدريه وهي كتشوف فيهم. معليش اسمحوا لي، غير كنت جايه نشوف علاش ليلى تعطلات، راه البنات كيتسناوها في الكوزينه باش يوجدوا الفطور مع بعضياتهم. دفعت عليها ليلى هكا ونزلات من فوق المكتب كتحاول تقاد حوايجها بسرعه، كتحس بالحرج بالوجه كله الاحمر، وهي كتحرك جهه الباب كانت متابعه بعينيه، كيشوفها كدوز من حدا الام ديالو واللي خدات متابعه كبعينها توصلتها للباب. عاد دارت عنده مره اخرى. ولدي جلال، دوز عند جدك راه سولت عليك اليوم. ما جاوبهاش، كان كيمرر في يدهم بين صباعو بالخصلة ديال شعرو، كيعاود يقاد لها الترتيب ديالها. هز جلال راسو بالايجاب وهو كيحاول يبين انه كيقلب هكا في ورق في واحد الملف، وخرجات هيايا. جلال لحدك الملف هكا رماه وترجع اللور مسند كتفو وظهره على الكرسي. كانت قدرية واقفة ورا الباب كتصفر بغضب، تعرف انك ما سهلاش بنت الصالحة، ولكن على من الا ما خليتك كتعذب اليوم من الشغل ديال الدار ما يكونش انا قدرية. تمت غدا ليلى جهة المطبخ وهي الخدودة كيشعلو بالنار حمرين غادي يطرطقو. علاش خلات يقرب لها بديك الطريقه؟ كيفاش استسلمت ليه بديك الطريقه؟ كيفاش ما صرفقاتوش؟ كيفاش ما ركلاتوش؟ كان خصها تخليه يعرف بلي داكشي اللي قالتو ليه البارح كانت قاصده، كانت خصها تبان قدامه ديك ليلى القويه ماشي المستسلمه ولا مباديه. مع اول لمحه مريقه كيبينها ليها، اول ما تحركات حتى جات خبطت فيها سلمى وبغات تجبد معها الصدع، ولكن قدريه شافتها غوتات على سلمى وصيفطاتها وتلفتات ليلى. سمعيني مزيانه من الصالحه، هاد الدار هادي انا مولاتها وانا مولات الكلمه فيها، سمعتيني؟ داكشي اللي كنتي كديريه في دار باك اي حاجه اخرى نساهي، داكشي ديال الفشوش الميوع ما عندي ما ندير بهم، ما ينفعش معاك هنايا. سمعي الهضره والا الرحمه ديال الغالي رجعك لدار باك وانت مازال عروسه ما كملتيش الشهر. الا بغات تنطق ليلى حتى كملات قدريه خصك تسمعي هضرتي، الا نطقتي ولا قلتي شي حاجه غتكون هضرتي قدام هضرتك، وديك الساعه غادي نشوفو. اما حسن عندهم مو ولا وحده تزوج بها زواج مصلحه ويا عالم واش غيتهم هاد الزواج ولا لا. لمعوا عينين ليلى بانكسار، قدرش هاد المره انها تغلب عليه اللي كملات قدريه دوك الكلمات ديالها، والدار بلا مبالاه ترسات بهاد السعاده على الفور على وجه قدريه. اما هي فعارفه تراسا انه قدام ناس ما غاديش يرحموها. داز عندها اليوم كأسوأ ايام حياتها، ما خلاتش حماتها اي حاجه الا اختار عسله باش ديرها. كتحس براسها صافي مهدودة من الأعمال، دوامة الأعمال ديال اليوم كامل، عاد من غير السمع ديال الهمزات ولا مزات في كل لحظة. من مرات العام حتى هي وبنت هذيك اللفة ما خلاوش لها شي حاجة إلا وجدوها ليها، وحاولت تسيطر على نفسها قد ما أمكن حتى تسال النهار ديالها بغسيل المعن كامل وتنظيف المطبخ بعد ما كملات بأمر من حماتها تحت مراقبة عيني الناجية وحبيبة اللي متعاطفة معها كتلهف أنها تسكى على الفراش باش تساعد النعاس ما تفيق منه غير الصباح وتساعد ثاني نهار آخر شاق. ما حلات الباب دخلت الجناح ديالها متسمرات بلاصة كيبان لها مسكين فوق الفراش براحة وهدوء، شاد في ملف كيقرا فيه باهتمام كبير كاع ما حسب الدخول ديالها، ولكن ماشي هادشي اللي كان سبب توتر. وسخات شبه في كل حالة اللي لقاتو عليها، كانت كي لابس غير شورت وما حتى حاجة من الفوق هكا، كتحس براسها صافي الجفاء بحال كانت في شي صحراء قاحلة، كتحس براسها باغا غير تشرب والا غادي تموت بالعطش. مشات مباشرة للبلاصة اللي فيها حوايجها، خدات واحد بيجامة ديال النعاس وبغات تدخل الحمام حتى وقفها. شنو هو داكشي اللي شادها في يدك؟ تلفتات عنده بسرعة وهي كترتاشف بيجامة
باش نهز ارفع الحواجب ديالو بتساؤل. نسي؟ شكون اللي قال لك انك غتنسي دابا؟ اخذت حواجبها بحيره، كترى هادي ديال هذا داك الشميز النعاس، ما عرفاش باش غتجاوبو. حتى تراجعت اللور مصدومه وخايفه منه، نض هذيك القفزه بحال القفزه ديال النمر، حتى لقاتو قدامها مباشره. واش نسيتي الاتفاق ديالنا الصباح ولا بغيتي نفكرك فيه؟ حست ليلى راسها بالرفض وهي كتحاول انها تبين شويه من الشجاعه. انا ما اتفقت معك على حاجه، حتى اللي هضرتي وانا سمعت لك وصافي. كنظن صافي كملنا كلام على زواجنا والظروف ديالو، كل واحد قال داكشي اللي عنده. ما جاوبهاش جلال، كيشوف وجهها كيمر العينية على ملامح اللي متوترة. واش نتي كيبان لك هكا؟ هزات راسها بالإيجاب بسرعة وضامة داك القميص ديالها لصدرها بحال ما بغات تحس راسها بالحماية، وداك التوتر كتسنى الإجابة ديالو. مرت عليها واحد اللحظة بحال الدار، خليها واقفة بلاصة. واخا يلا سيري سيري خدي الحمام ديالك. توسع عينيها بدهور من ديك الإجابة ديال المختصرة، كانت كتسنى غير عرضها يحاول يعلن على الحقوق ديالو كيف ما بيلا الصباح. ولكن داك الإجابة ديالو حطمات كل الطرق ديالها، تحركات بخطى بطيئة مرسومة علامات الحيرة على وجهها. سدات الباب وراها بهدوء. وقف جلال كيزفر بعنف عدة مرات، كيحاول يهدر راسو كيلعن راسو ألف مرة، كيتسائل بغضب علاش كل مرة كاين وإنه يعاقبها بشي طريقة كيحس بالضعف تجاهها. ناسي كل داكشي اللي قرروا هاد الصباح هذا، أنه غادي يعاقبها بعد ديك الفعلة ديالها الحمقاء معاه. كان ناوي انه يزيد لها في العقاب الحاجه اللي تليق بالفعل ديالها، ولكن لقى راسو في عوض انه يضربها يغوت عليها يعطي هذيك الصفعه اللي كتستحق، لقى راسو هكاك بلا فيدو على الخطر ديالها ومقربها عليه. بقى كينهار نفسه طيله اليوم على ديك لحظه الضعف، وكيراقب الافعال ديال الام ديالو معاها كيفاش مكلفه بكاع ديك الاعمال الشاقه. ما وقفش نفسه، كان كيحس بالغضب ولكن ما منعهاش. هي اللي تبهات قدامه برفض عالي بزواجه، بغض النظر على انه هو الاخر كان غير راضي بديك الزواج في البدايه، ولكن كان ناوي يعاملها بكل ما يليق بها كزوجة جلال الصاوي. شويه كيتفكر ديك المهانه اللي حسبها وهي كتهينو بديك الجشع والطمع، الافكار ديالو كيضربو في راسو. تتفتح الباب تما خارجه لابسه ديك البيجامه ديالها، بان ليها الشكل ديالو تبدل، عيني كيشعها بالغضب. حتى قرب ليها ونطق بخجونه، انا خليت تقولي داكشي اللي عندك، ولكن ماشي انت اللي غتقري شنو غادي يكون شنو ما غادي يكون. من هاد الليله هادي غتكوني ليا. حاولت انها تهرب من دراعو. انا قلت لك انا باغيكش، انا مغصوبه. قاطعت حرف كلماتها بدور ملي قرب منها، كتحس بديك دراعو مزيره، كتحس بالالم وانك مغصوبه عليا. ياك حتى انا مغصوبه عليك، ولكن هاد الليله هادي غتكوني ليا، وصدقيني كلشي غيكون بالرضا ديالك. عارف كانك ما فاهمهاش اش كنقول، صدقيني لو قلت لك انا ما فاهمش ولا قادر نسمي هادشي اللي كيوقع، ولكن ما كيهمنيش. كل اللي كيهمني انك تكوني معايا وليا. كانوا عينيه هو كيهضر معاها، كيدور على الملامح ديالها، الكلمات ديالو خلات حتى هي كتحس بالتوتر. انا غادي نقدر نقول لك شنو هادشي اللي كتحسو. هز جلال وجهه لي عاقد حواجبه. زواجنا زواج مصلحه، ماشي من المفروض انه يكون فيه اي مشاعر لا منك ولا مني. داكشي علاش انت مستغرب انك حاس بشي حاجه جهتي، ولو حتى ولو كانت قليله. تحشر الصوت ديالها بغصه، مشاعرها كتعصب بصدرها والدموع كيلمع في عينيها. ولكن هاد جهلات ومكملات مراره، ما قادرش تصدق انه ممكن ليله اللي عائلتها رموا عليك ورضيتي بها على قبل الارض ممكن تحس جهتها باي مشاعر حتى ولو رغبه في سواد ديال الليل وغتسالى الصباح. كملت حديثها من هزات يديها دافعه بقوة وعليها مستغلة ديك حالة الجمود اللي كان فيها، وكملت كلامها. ماشي انا اللي رضى بالقليل اللي غتلوح ليا ولد الصاوي، بارك عليا اني تغصبت على الزواج هذا، وما عنديش استعداد ثاني اني نتغصب على حاجة من مرة اخرى من جديد. ولا كانت ليلى ما كاين حتى واحد من غير غيدفع الثمن ديال الضعف فيا قدام رغبة اللي غتسالى في الصباح. كان جلال هو كيسمع ليها جالس بجمود عينيه، كيحس بهم كيشعلوا بالخطر. حتى ظنات انه في اي لحظه غادي يجي يخلصها بالقوه الهضره اللي قالتها، ولكن ملي كملات الكلمات ديالها المهينه تفاجات بالبرود ديالو. كيشوف فيها بحيره بغضب، بقاو ديك العيون شحال كيتفحصوا بعضهم. كانت كتحس بديك الرجفه بالداخل ديالها، كتحضن نفسها بقوه، حاسه انها تخسر المعركه وانها ما قادرش على الاستمرار في ديك النظر. حتى نزلت عينها عليه، حتى صون التليفون ديالها ساد الصمت لفتره ولكن تجاهلو. بدات كتشوف جهة التليفون اللي مليوح على ديك الطبلة الصغيرة اللي حداها حدا الفراش، كيصوني ويعاود يصوني. حتى هز التليفون وجاب. سبحان الله،
الدوام لله. حست ليلى برجليها كيتهز، وديك اللحظة ملي سمعت ديك الكلمات ديال حسات بقلبها كيتقبل حتى كانت غادي تطيح على الأرض. كمل جلال كلامه، صافي صافي، الطريق غادي نكون عندكم. قطع الخط، تلحى فوق الفراش كيسفر بقوة. سولات ليلى شكون اللي مات جلال؟ ضغط جلال على شفايفه قبل ما يتلفت ليها. البقاء لله. الحجاج جدك بركة في راسك. حسس بالغرفة كتدور بها الدنيا كتغيم بالسواد، كيشوف فيها جلال تم جاي ليها، لأن صافي كانت غادي تطيح حتى عنقها هكا. كيحاول أنه يحميها كترتجف، صافي رجليها طاح بها مبقاش قادرة أنها توقف. ما مصدقاش، علاش جدي؟ علاش خليتيني؟ كنتي تسنى راه تنشوفك ونقول لك انا ما كاعيش عليك، علاش خليتيني بوحدي جدي؟ علاش؟ بدات كتغوت بالكلمه ديالها الاخيره وطاحت، مبقاتش عاقله على راسها. اما هو كان كيعنق كيحاول انه يضمها لصدره اكثر، حاس بالعجز وهو كيشوفها بهاد الحاله هادي. كيحاول يهون عليها يخفف عليها، ما لقاش من غير انه يعنقها هكاك، داير راسها على كتفه وكيهمس ليها بصوت دقيق متعاطف. خرجت منه بصعوبه ولكن كيحاول يهدلها حتى كيحس بها بالرخاص بين يديه، مبقاتش عاقله على راسها. كان الحاج جاد عارف، حسب راسو بالله قرب الاجل ديالو. سدها حفيدو سعد حتى شروق وعرفهم شنو دار، بلا دار شي حاجه اللي هي في المصلحه ديال ليلى، وباش يموتوا مطمن عليها. وخلاهم كيحلفوا على الكتاب ديال الله انه هادشي يبقى سر بيناتهم حتى يخبره هو بنفسه، ولكن قضاء الله ما عطاش الوقت. مازال كان كيمنعهم انهم يمشوا عندها ولا يجيبوها، ما كانش قادر انه يواجهها اللي يشوف فيها. كان حاس بالذنب في الحق ديالها وبالاداء من زوجها بديك الطريقه، ولكن كان بغي يحميها من اعمامها، كان بغي يحميها من انها تبقى بدون زواج وزوجها الشخص اللي كيبان ليه بالله انسان اللي مسؤول اللي واعي اللي يقدر انه يحميها ويعيشها في الكنف ديالو وهي مرتاحه. كانت في الغرفه ديالها القديمه مع شروق اللي كتحاول تهدنها، وجهها احمر، عينيها منفوخين حمرين. شروق صافي اختي، بارك عليك من البكا، بارك، صافي راه الاجل ديالو، راه جدي ما ماتش ومقلق منك، على العكس. بقات هكا كتهضر معاه تحسس مع نحسات خلاتها وغطاتها. الا غادي تخرج حتى دخل جلال كيحاول انه يطمن عليها. طلبت منه شروق انه يبقى معها في الغرفه على ما تمشي تجيب لها شي حاجه تاكل او ترجع. ما هي خارجه بان لها في عيني ديك النظره ديال الحنان والخوف اللي كانت بتسمات وهي كتخرج. تحنن عندها كيبعد دوك الخصالات المتمرده اللي على وجهها، حتى كيحسها كم الدموع معهم في الا وجهها كامل. صار بقوه وجلس حداها كيمسح لها ديك الدموع، كيحس بالضيق وعدم الراحه ملي شاف من ديك الحاله، كيحس بقلبه كيألمو. كان عارف انها عزيز عليها جدا بزاف، وحتى الجد كان عارف انها عزيز عليه حفيدته، خصوصا بعد ديك الليله ديال زواجهم ملي يطلب انه يهضر معاها على الانفراد ودو معاها بداك الصوت الحنون الراجي. طلب منه ان يعاملها بالحسن وراعي الله فيها، لانه هذا قطعه من قلبه ومن روحه، انه يهتني بها ويهتم بها. ما كانش ناوي انه يهدبها، ولكن العينات ديالها ودوك الكلمات ديال القاسيه الغير محسوبه العواقب هي خلاته كيبغي انه يعاقبها، وخلاها داك الرغبة تغلب على كل شيء. ولكن هاد اللحظة حس بالضعف ولا انتجاهها، بقى كيشوفها كيتأملها مسند ظهرو على الحاجز ديال الفراش. بشرة شفافة رقيقة بحال بشرة طفل صغير، داك الشعر ديال باللون ديالو البني الرائع، الخصلة ديالو متموجة الثائرة اللي كتثير اهتمام من أول مرة شافها به، اللي كيغريه ديما أنه يلعب داك الشعر، يحاول أنه يقادو بحال ديك الانامل ديالو كتقرا اللي كيجول بالفكر. تسلى البوط حتى داك الشعر ديالو كيقادو، شد مجموعه ديال الخصلات هكاك وهزهم حتى الانف ديالو، كيستنشق الريحه ديالو، غمض عيني غائب في اللحظه من الزمن على ديك الرائحه اللي كتشبه ريحه الليالي الربيع العطره بجمالها. حسيت من بلاتها كب بسرعه، فتحت عيناتها كتلقى حداوية تقفز وجرات الغطا عليها، بتسم ابتسامه ساخره وعيني كتبع ديك الحركه الدفاعيه ديالها. شنو كدير في بيتي؟ توسعت في زعمتو الساخر اكثر وهو كيقرب منها بوجهو. شنو قلتي؟ بيتك؟ بيتك اللي هي معايا في دارنا حنايا، هنا راكي غير ضيفه نهار ولا زوج غادي تطفي معايا. رجع للجديه ديالو، عائلتي راه تحس مع ماماك ومرات عمك، كتبغي غير نشوفك واش تقدري تنزلي تستقبليهم، تستقدم عندهم العزو، ولكن كنضل خليك مرتاحه احسن. كملوا عينيه كيتمروا هكا فوق الملامح ديال المراهقه المسحبه باهتمام اللحظه، وبعد عاود نطق بجديه.
شروق على نزلات توجد لك شي حاجه تاكليها، يا ريت تقوليها باش تقدري تكملي ما تتعبيش وانتي كتستقبلي الناس اللي جايين. اتفقنا؟ قات راسها بدون ما تحس، كتهز راسها بالإيجاب وعينها معلقة بنظرة عينيه. شوية تفتح الباب ودخلت شروق قبل ما تدق. كانت الحالة ديالها كتخلع، شافت فيها مالك شروق؟ ما بقات لها شي حاجة؟ لا لا، غي بدات كتبلع فريقة بصعوبة. ولد عمك راغب لتحت والو، قالك والو يطلع يشوفك. هضر صوت جليل بحال داك الرعد اللي خلى الغرفة كلها كتزعزع. شكون هذا اللي غيطلع لفين وعند من؟ يدير ويشوف واش غنهرس لي رجلي قبل ما يخطو خطوة وحدة لهنا. مد يدو كيبعد شروق من الطريق وخرج ودخل الباب موراه. الشياطين كيشطحو فوق راسو. تخلعات شروق، ناري وقيلا كحلت، ناري ناري ما يسحبنيش راجلك هكا محصب نوضي خلاص عتقي قبل ما يديرنا شي كارثة. لحت على راس الحجاب ديالها خارجة، جات بالجرة كتغوت بسميتو حتى كيبان لها واقف قريب لباب الغرفة. كيحسب لها زعما سمع لها داكشي اللي وقف، حتى كيبان لها راغب ولد عمها اللي كان خاطبها واقف مقابل معاه، واقف في المواجهة ديالو بديك الهيئة ديالو اللي ما تغيرهاش، مازال كيما هو رغم مرور عدة سنوات على آخر مرة شافته. بداك الجسد ديالو متوسط القامة، شعر البني، عينيه اللي طالما كانوا كيخوفوها ما كانش كتحمل تشوفهم لأن عينيه شهوانيين كانوا كيتيروا بداخل هذاك النفور منه. مازال ما تغيرش، مازال كتبعد تلك الرجفة بداخلها ملي كتشوفو، حتى دور عينيه ليها كيمرر ديك النظرة الواقعة ديالو مازال بتركيز وقح. كانت كتحس بالنفور منه حتى سمعت صوت جلال، شو اللي مطلعك هنا هاد العيالات ساود المغربي؟ ترفعوا شفايف راغب بسخرية وجابوا بتهكم. العيالات اللي كتهضر عليهم هادو كيخصوني قبل ما يخصوك ولد الصاوي. ما عرفتش كيفاش طرا وشد ثاني وحده. كان جلال واقف قدام راغب شاد له هكا مزير ليه الكون ديال الشوميز من السقوط بالحيط. داك الجسد ديالو متحفز، العضلات ديالو مشدوده. هاد الجمع لسان راه احسن ما نقطعوه لك، وعرف كيفاش كتهضر، احسن ما ندفنك هنايا وما يكون عندك تدي عندي. راغب صوته مخنوق لانه كان شامق عليه خانقو. مالك على هاد الهضره هادي؟ انا كنقصد انها بنت عمي قبل ما تكون مراتك، ولا انت دماغك مشى لفين؟ رجعت تحقن وجه جلال بالغضب، كمتحكم في القبضة ديال يدو كثر فوق عنق ديال الراغب اللي خرجو عينيه صافي، مبقاش قادرة انه يقاوم كثر. بقات ليلى واقفة اللحظات حتى كيبان لها راه الوجه ديال الراغب بدا كيولي زق. عاد مشات كتجري عندو كتحاول تدفعو عليه. بعد عليا واش حماقيتي كتقتلو؟ بعد ولا غندير غوت غنجمع لك الدار كاملة. مع نطقات دوك الكلمات ديالها الأخيرة تلفت ليها جلال كيشوف فيها بذهول، مصدقش بحال الكلمات ديالها طاحت عليه بحال ما متلش فوق راسو، ولكن ما تهزتش ديك الثقة والتحدي. كيف ما سمحتي؟ انا ما غاديش نخليك تضربو في دارنا وسط عائلتو ونوقف نتفرج عليك. خلاها كحيد يدو منه بطء ومازال كيشوف ناحية ليلى بجمود متجاهل راغب. راغب اللي رجع كيكح وكيحاول يتنفس بصعوبة، وجهو اللي خالي من اي مشاعر خلاها كتململ في الوقفة ديالها وهي كتشوف عيني. الشيء الوحيد اللي ينطق بيه هو انها ولات البراكين وتورط الغضب في الداخل ديالو حتى جرم المعصم ديالها هكا كالغفلة بحال ديك الذبيحة اللي كتجر هكا جرينا باش يذبحوها. وهي تابعها كتخبط في الخطوات ديالها كتحاول انها ما تطيحش بين مراهب متابعة داكشي اللي كيوقع بلا ما يتدخل المتابعة بعيني. واما شروق كتشوف فيها بكره تما تغاد عليه. بعد عليها، خليها في حالها، ما كفاكش داكشي اللي درتي ليها؟ ما كفاكش دمرتي الاحياء قبل؟ راغي بتجاهل ديك الهضر ديالها، هضر على وجه ابتسامه ديال سرور خبيثة فوق شفايفه وهو كيشوف الدروج بخبط. كان فيه داك الدفاع ديال ليلى عليه قدام زوجها في هادشي، كان بالنسبه ليه بدايه لداكشي اللي كيخطط ليه. بقى جرى هكاك حتى تلاقاو بعائلتو اللي كانت هي تصدمو، طلب منهم انهم يسبقوا للدار وغادي يتبعو. هي كتحاول تفك يديها منه ولكن والو، طاح لها الحجاب ديالها في الارض. طلق مني طلق مني، ما غاديش نمشي معاك الا. بغيت لفت ليها ضاغط على نفسه ورافع صبعو السبابه قدام وجهها. هاد السكسي صوتك ما يتسمعش، وحسابي معاك من بعد في دارنا بنت الاصول. هز داك الزيف ديالها اللي طاح لها جاب بسرعه كيلولا في شعرها كبحال ديك الكعكه المهمله هكا بعنف بسرعه، وعرج عدل لها داك الزيف ديالها فوق راسها. واقفه قدامه كترتعجب بهن وهن، كطاوع اليد في حركاتها بدون اعتراض. نزل عينيها الارض بخجل بحال ديك الطفله الصغيره المذنبه، حتى سالا وجرى عاود بخطوات سريعه غاضبه وهي غاده موراه بدون مقاومه او اعتراض حتى دخلها اللوطو. دخلوا الغرفة ديالو من الدفاع حتى كانت غطيح. بغي نعرف شنو الاخير ديال التصرفات ديالك هادي، اش باغا توصليني؟ ها اش باغا تخليني نمل باش نطلقك مثلا؟ ها بعد داكشي اللي درتيه نطقي
كيغوص عليها وهي كتنسى في البلاصه، ولكن ما قدرش انها تجاوبه، وفي نفس الوقت عينيها في عينيه كتدافع لي قدامي وخايفه عليه مني، وكتهديني باش شنو زعما كتستقوي بعائلتك وخايفه كيحسب لك غنخاف منهم. تلفسات لي بحده مازال تاخد على سنانه، لولا اننا كنا في عزا واحد الراجل اللي كنت كنحترمه وكنقدره كنت غنخليك تدفعي ثمن انت وياه غالي في قلب داركم وسط عائلتك اللي كتستقوي بيهم عليا. دير اللي بغيتيه، كيهمنيش اي حاجه توقع في هاد الزواج هذا ديال الشؤم. دوك الكلمات ديالها هزو ارجاء المكان، وقفت بلاصه بثبات، وجهها خالي من التعبير، عينيه توسعوا بالذهول بصدمه. اش كتقولي؟ زواجك زواجك مني كتسميه زواج الشؤم؟ تبدل الملامح ديال وجهها وهي ضاغطه على سنانها بقوه. زواجنا شؤم، بركة ان بسبب جدي مات وكيحسب لي انا كاعي عليه، فكافي اني بسببه ما كملتش ما كلمتش جدي، ما هضرتش معاه من نور دخلت لهاد الدار هادي وطلبت يدي حيت طمعتي في ارض ديالنا. الصوت ديالها كيتبدل، دموعها كينزلوا، ما قادراش تحبس عينيها، عينيها حمرين كتحاول تحبس ولكن والو كينقز الدمع من عينيها. كل شيء مخلط عليها، فقدات السند والحمايه اللي كان لها طول حياتها، كتنطق بالم اللي عمرها نطقت به. بسبب هاد الزواج هذا حسيتو بعني برخيص لي لحلي ليكم باش تفكروني في كل لحظة اني ماشي العروسة اللي كنتي كتستحقها، ماشي العروسة اللي كان كيستحقها السي جلال. واللي زاد كمل وجمل انه ما تحت بلا ما نشوفه له المرة واحدة من نهار تزوجت بيك. شفت هي بكره برك كبر ما تنطق ملامحها، كنكرهك كنكره الدار هادي، كنكره عائلتك، كنكره النهار اللي دخلت فيه لهاد الدار عروسة، كنكره حتى الارض اللي بسببها جمعاتنا انا وياك، كنكره كل شيء، كنكرهو. كان واقف طول داك الحديد ديالها بلاصو بجمود، مزين القبضة ديالو وحدها، عينيه مجمدين عليها، قرب ليها وصوتو خرج كيلف احيح، يوسح ملي الكرة ديالك هذا وخليه ياكل في قلبك حتى ما يكمل عليك، وعارفي ان ما عندكش خلاص مني الا بالمزاج ديالي انا وبس. كيف ما كان الزواج بالمزاج ديال عائلتك وترتيبهم، خلاصك وطلاقك مني غيكون مزاجي انا، ومن اللي غادي نبغي ديك الساعة غادي نطلقك. تفعل بعنف بعيد عليه، خلاها كترنح اللور بتعثر، كمل كلامه معاها وتلفت جهة الباب، خرج بخطوات سريعة عاصفة وخارجة، طاحت على الكعبية بحال اللي كانت شي لعبة، وتسالات لها ديك البطارية ديالها الطاقة ديالها صافي تسالات، كتشوف داك الباب مسدود بعينيهم عليهم الضبابة والوجع الحاضر قبل البطن فاجر بالمكان المرير والشهقات اللي كيتقطع عليهم القلب. وفي نفس هذا الوقت هذا في الدار ديال المغربي كان الله يتسطع، كان شروق كتهضر معاه همها كتقول له علاش ولدك رجع باش رجع علاش رجع هكا بغى يفسد لختي حياتها. جاوب عالي بجمود، راه دارو كيف ما دارك ودار اختك حتى هي دارو، يدخل لها ويخرج وقت ما بغى. شفت فين؟ واش كتهضر من نيتك هاني؟ واش كان بغى يدخل عليها للبيت كاينه هي وراجلها وباغي يدخل عليها وكتقول عادي؟ هنا بقى ساكت عالي ما لقى ما يقول، حتى قاطعهم الصوت ديال الراغب، لا انا ما كنتش طالع عند حيت هي اختي ولا باش نطمن عليها، لا عمر ليلى ما كانت اختي، عمر ما غتكون ابدا، مادام كتقولوا هاد الهضره هادي عليها انا غنقول لكم ان ليلى ديالي ملكي انا، بين نهار عام 10 غادي تكون ليا ومعايا. كل شيء تلفت عنده، شروق خطيبها سعد اللي هو خو راغب، عمها مرات عمها كيشوفوا فيه بدون ما صدقتش هذا الهضره اللي كيقولها. كمل راغب كلامه، اللي كان واقف بيني وبين همشة مات وما عنديش استعداد لأي أن واحد يوقف قدامي، ولو أن هاد الزواج ديال الغصب هذا كيف ما عرفت أكيد غادي تسالى وديك الساعة تكون لي أنا بوحدي. فور ما سالات داك الهضرة ديالو سادت واحد الحالة ديال الهرج والمرج والغوات، سعد مشى شنق على خوه ولا تصدع كل واحد والكلام ديالو، وشرق حتى هي كتحاول تجر سعد بعيد عليه، كلشي كيغوت.